أداء مشرف للأهلي وفوز ريال مدريد 4-1 ليقابل الهلال السعودي في النهائي، وتقابل الأهلي مع فلامينجو البرازيلي على المركزين الثالث والرابع. كابتن علاء هارد لاك. أداء مشرف وشوط تاني فترات كبيرة قوي. ما أنا لسه أقول لك وأيمن، الأداء لما تتفرج على الأداء ومن غير ما تعرف النتيجة ما تقولش النتيجة تطلع كده. صح. يعني دي مش نتيجة ماتش 4-1 إطلاقا. مظبوط. يعني أنت 2-1 الناس كلها كان عندها أمل إنك ممكن تعادل 2-2. جات لك كرة قفشة. بالظبط. وطمعت ووصلت وكان طبيعي جدا وخدت الثقة، واكتشفت إن ريال مدريد عنده مشاكل كتير، واحنا كنا اتكلمنا قبل الاستوديو في مشاكل في نص الملعب، في عنده مساحات ورا وتعملها صح ممكن توصل للجول. فانت ابتديت يعني بص ايمن، في ميزه النهارده لريال مدريد مش لينا حصلت، هي كانت اوحش حاجه لينا، توقيت الاهداف. صح. لسه بنقول ده انا ما كنتش معاك معاكم والله العظيم، بقول لهم توقيت الاهداف سيء، ده قلب المباراه. صحيح. توقيت الاهداف صعب جدا، هي دي بقى عارف يعني التوفيق من عدمه. صحيح. هو موفق ان هو يخرج الشوط الاول 1-0 في اخر ثانيه ولا بالظبط، وانا قلت لك بدايه الشوط الثاني. بالظبط. وانا قلت لك قبل ما نخرج، قلت لك فرق انك تخرج 1-0 وفرق. صح. تخرج 0-0. انت كمدير فني يمكن اكيد عادل وسامة يعرف دي كويس لما اشتغل في الموضوع ده، تعرف انت داخل بفرقتك وانت متعادل 0-0 وانت مغلوب 1-0. صحيح. بتفرق في كلامك. طبعا. في تفكيرك، في طريقه ادارتك الشوط الثاني. طبعا. هتفكر في مين؟ طب هنزل مهاجم، يعني مثلا هنزل بلال ولا استنى شويه، ولا يعني هنزل اسامه، هبدا افكر اكتر من تفكير. لو انت طلعت الشوط الاول 0-0 بالاداء ده، اداء على فكره كان مرضي جدا، هو بس اول ربع ساعه 10 دقائق كده كان اسامه اتكلم بين الشوطين، سبت ريال مدريد استحوذ، لكن دخلت في الشوط يعني واحده. صحيح. واحده لحد ما استوعبت ان انت هي ايه المشكله ان العب مع الناس دي، وعادي جدا. صحيح. لازم يبقى عندك ايمان بقدراتك وايمان بنفسك. لكن في الاول وفي الاخر هي كلها انت بتاخد خبرات لنفسك، خبرات كلاعب، خبرات كمدرب، خبرات كبيره جدا الاحتكاك مع الفرقه دي على فكره. صح. احسن حاجه دايما تحتك بالمستوى الاعلى منك، اصل انت لو احتكيت بمستوى اقل منك او زيك انت مش هتاخد خطوه لقدام. انما كونك انت تحتك مع ريال مدريد، وريال مدريد على فكره كمان مش في احسن حالاته. صحيح. وتتعامل في خلال المباراه بالاداء ده، انا بالنسبه لي مرضي جدا، مرضي اداء الشكل. اللعيبه قدوا كويس جدا، في بعض اللعيبه قدوا كويس قوي جدا، في بعض اللعيبه اخطات على فكره، اللعيب الاخطا النهارده او ما كانش في فورمه على فكره ده مش عيب، يعني مش هتبحه خالص. صحيح. دي مباراه، وزي ما بقول لك يعني امبارح كنا بنتكلم وانا بقول لك الظروف امبارح خدمت الهلال السعودي. ادى طبعا، وادى اداء كمان جميل، لكن في اوقات كتير قوي ايمن الظروف بتخدمك، خدمت الهلال السعودي امبارح، ضربه جزاء مش عارف ضربه جزاء في طرد، الامور بقت بالنسبه للهلال السعودي مريحه تمام. النهارده ريال مدريد محظوظ جدا في توقيت الاهداف. صحيح. لا ساعده مساعده مش طبيعيه. النهارده انا متخيل لو النادي الاهلي خرج الشوط الاول 0-0 انت كنت هتشوف اداء مغاير تماما لعيبه النادي الاهلي، اللي هو انا هدور على 1-0، مش هدور على تعادل وابقى لحد كبير برضو. انت خايف تفتح الملعب زي ما كان عادل بيتكلم، تقبل هدف تاني والتالت، الامور هتتصعب. خايف تعمل تغييرات هجوميه بدري برضو، نص الملعب يتاخد منك، هتخش في موقف صعب. فالحسابات بتختلف، المدير الفني بيبدا يفكر فيها واحده واحده. لكن انا عجبني الاداء الشوط الثاني. الشوط الثاني لعبت انت عندك قريبين من التعادل طبعا. لا مش قريبين، انت طمعت في التعادل. أه. وفيما بعد التعادل كمان. صحيح. يمكن دي اثرت شويه. بالظبط. اثرت عليك ان انت بقى عندك مساحات، فتحت الجيب شويه. مزبوط. ومع هذا على فكره انت حتى ما طمعت في المباراه، انت يعني ما شفتش حاجات قويه قوي من ريال مدريد خالص. استغل الاخطاء، لكن هي استغل اخطاء، ودايما الاخطاء للاسف كلها انتهت باهداف. مزبوط. الهدف بس اللي بلوم عليه هو الهدف الرابع. مزبوط. ما يعني ما اه ملوش يعني. صح. صح. يعني هدف رابع ملوش لازمه خالص. لكن هو برضو اساس اللعيبه ان الموضوع عارف انت خلاص 3-1 المباراه انتهت، يعني انا بقى بس يعني عايز الوقت يخلص وكده، لكن استقبلت الهدف الرابع. برضو خبرات، لازم كل اللعيب في الملعب لازم يستفاد. لازم بالظبط ما تضيعش ثانيه في الملعب غير وانت مستفاد منها، اذا كان موقف. صحيح. في صالحك او موقف ضدك، عملت حاجه صح عملت حاجه غلط، اوعى تخلي ده ياثر عليك. ازاي تتعامل مع المواقف كلها، تتعامل معها وانت في احسن اوقات نجاحك ومقدم مباريات كويس قوي،
واوقات كمان تتعامل مع موقف ان انت حصل فشل، حصل ان انت ما كنتش كويس. هو ده، دي عقليه اللعيبه المحترف. ولعيبه النادي الاهلي على فكره انا عارف ان العقليه دي ممتازه عنه، لكن النهارده كل الشكر والتقدير، وهنتكلم فن كتير في المباراه، لكن النهارده بشكر لعيبه النادي الاهلي على الاداء، واداء مشرف مع بطل العالم كله، مش بطل اوروبا زي ما كان عادل بيتكلم. وان شاء الله نوفق مع فلامينجو ونجيب البرونزيه الثالثه، ونعمل برضه انجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ البطوله، البرونزيه الرابعه ان شاء الله، ان شاء الله او الرابعه ان شاء الله. لا اثنين الجيل ده، واحنا كانت واحده عندنا احنا باذن الله. كابتن اسامه هارد لك، مش عايز اقول لك نتيجه لا تعبر عن سير المباراه، ولكن نتيجه يعني لا تعبر عن الاداء المشرف اللي ادى بيه النادي الاهلي المباراه النهارده. اه طبعا النادي الاهلي مبدئيا ادى اداء مشرف مع اهم فريق في العالم، ومش كلام يعني، ريال مدريد هو فعلا اهم فريق في العالم تاريخيا. يعني معروف انك لو سالت على مستوى العالم كله الناس بتشجع ايه في العالم كله غير اسبانيا، يعني في غير في بلدهم، هتلاقي ريال مدريد رقم واحد، هتلاقي برشلونه رقم اثنين، احنا مثلا بالنسبه لنا هنا طبعا ليفربول عشان محمد صلاح، لكن هتلاقي برضو نص الشعب المصري ريال مدريد ونص الشعب المصري برشلونه، بس ريال مدريد هو النادي الملكي في والنادي الاول في العالم كله يعني. فاداء مشرف، اداء جيد في فترات كتيره من المباراه، ولكن انت فرق بقى الخبره مظبوط واستغلال الأخطاء. انه قدروا في كل مره انت بتغلط فيها بيعاقبوك جامد جدا. صح. يعني غير زي ما قلنا لما بتلعب في مستويات مثلا مع اوكلاند مع سياتل، لا مستويات ممكن انت هتخطا الخطا هيمر، لكن ريال مدريد بخبره لاعبته، وانا اتفق مع علاء انه هم مش في احسن حالاتهم، وتحس انه يعني كتير منهم مش في افضل حالاته، تلات اربع لعيبه اللي كويسين يعني اللي تحس بيلعب بجديه قوي واخد الامور، كامافينجا، تشاوميني، فالفيردي. فالفيردي طبعا، فالفيردي طبعًا. فالفيردي وغوس اللي هو الفيرود رودريجز، هم دول. وناتشو رغم انت معترض عليه بس هو كان بيأدي بقوه النهارده. الباقي بقى تحس انه بيلعب يعني مش في حاله حلوه يعني. ففرق الخبره، قدروا يستغلوا الماتش وفي توقيتات معينه. يعني انت جبت الجون في الدقيقه 62، انا بس دي باخدها شويه على فرقه النادي الاهلي. ما هو انا لازم اعرف انا بلاعب مين برضه. تحت الجيم قوي صح. انت من الدقيقه 62 ولسه نص ساعه غير الوقت الضايع بتلعب وعايز تجاري ريال مدريد وكانك مش عارف حجم ريال مدريد، طمعت قوي قوي زياده عن اللزوم في المباراه، لا انا حتى لما انا 2-1 لازم اخد بالي من خطوطي الخلفيه، لازم اقفل نص الملعب كويس، وبعد كده ابتدي اهاجم في وقت معين عشان انا قريب للتعادل، يعني قريب للتعادل. 2-1 غير 3-1 يا اسامه. مظبوط طبعا. يعني فانا بقول ايه، ان احنا فتحنا اول ماتش تحس ان انت بتلعب ماتش اكنك بتلعب مع احترامي يعني اي فرقه مثلا في نص الجدول في الدوري المصري، او يعني بتلعب مساحات مفتوحه قوي في نص الملعب وفي الاطراف ناحيه محمد هاني رغم انه عامل ماتش هايل هو وحسين الشحات، وناحيه علي معلول الملعب اتفتح قوي، اتفتح بقى فيه مساحات كبيره جدا. فهم قدروا يستغلوا الاخطاء اللي انت وقعت فيها، وبالذات في الربع ساعه الاخيره الاخيره يعني يمكن لما نيجي نتكلم على التغييرات شويه برضو كانت في على ماشي يعني ايه ماشي يعني لو بعد كده هنقول عليها، لكن في النهايه النادي الاهلي يعني منظر المباراه ما يستحقش الاربع او على الاقل الجون الرابع ده ما كانش جه يعني 3-1 برضو كانت هتبقى كان خلاص الماتش انتهى يعني. والاهلي كان يعني في فترات كتير ند واعلن عن شخصيته واضعنا فرص، لكن هارد لك، واتمنى ان شاء الله في الماتش الجاي لانه مش سهل ماتش فلامينجو، مش سهل فرقه كبيره، وزي ما علاء قال صحيح الهلال كسب وقدم مباراه كبيره جدا ومبروك ومبروك للنادي الهلال والشعب السعودي، لكن برضو الطرد اللي حصل في نهايه الشوط بهدف كمان 2-1 وبقى دي فتحت شويه فرقه فلامينجو، ولما جه كمان الثالث بعد ربع ساعه ولا حاجه من الشوط الثاني الماتش اتفتح قوي.
فمش هيبقوا سهلين كده. فمباراه كبيره، فخلاص اللعيبه هارد لك وقدوا مباراه كويسه جدا، والجهاز الفني ما يزعلوش ولا يتضايقوا، انت بتلعب اهم فرقه في العالم. يفكر بقى من 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 دلوقتي، يعني من اول ما يخرجوا ويروحوا يتعشوا وكده، يبتدوا بقى يفكروا ويركزوا، ما يقعدوش يعيشوا في موضوع ان احنا ازاي خسرنا كده، او النتيجه طلعت مش خسرنا كده. هو الطبيعي ان كان ريال مدريد اللي يكسب، بس اقصد بالنتيجه الكبيره دي ليه والكلام ده، في تاثير سلبي وانت داخل على ثالث ورابع، ما يعيشوش في المباراه اكتر من اللازم، وانت داخل على فرقه مهمه على مركز ثالث ورابع وممكن تاخد ميداليه برونزيه. فهارد لك ليهم، وعملوا ماتش كويس، ولكن هي كره القدم كده يعني. كابتن عادل هارد لك، وزي ما قال الكابتن اسامه عرابي، ممكن تلعب ماتش كويس ولكن الفريق اللي قدامك بحجم ريال مدريد ممكن يستغل الاخطاء، وعشان كده طلعت النتيجه كبيره شويه. ما علشان النادي الاهلي برضو كبير. انا لازم اقول لك كده، لازم اقول لك احنا بدانا خطا، واتكلمنا على البدايه بتاعتنا ان احنا عشان هنطور، لما نيجي نطور هنطور على حساب الفرقه، وانا قلتها لك من الشوط الاول قبل المباراه، قلت لك كابتن ايمن لما تبدا باقصى حاجه هجوميه مع فرقه زي ريال مدريد، لو دخل فيك جون يعني التعديل مش هتعرف تعدل. فاحنا قلنا كمان احنا قلبنا العمليه، بدانا الاول البدايه بتاعتنا ان احنا نعلى. انا علشان دايما النادي الاهلي عندي يكسب اي حد ويحاول يكسب ريال مدريد ويقدر، انت كنت كويس، انت بتلعب كويس، لكن انت لما جيت يعني تطور هتبقى على حساب الفرقه، علشان انت بادئ من فوق مش بادئ من تحت سنه سنه. هي دي اللي انا واخدها النهارده على كولر، ان هو بدايه لعب مهاجم قوي يعني طب لما تيجي عاوز تعوض هتعمل ايه؟ لازم تغير، هتغير انت عامل اعلى سقف هتنزل ولا هتعلى؟ لو عليت هيحصل النتيجه دي، واحنا حذرنا منها النتيجه، يعني انك انت في التطوير هيؤدي انك انت هتخسر يعني كتير، لان انت بتلعب ريال مدريد، اولا لا تخطا عنده في 30 يارده الاخرانيه، لا تفتح المباراه معاه بالنسبه للريال، ما ينفعش تعمل كده. في انديه في العالم كده، منها الريال بالذات، الريال يمكن في انديه ممكن تمسك عليك الكوره وتقعد تنقل عشان تضيع وقت او تستحوذ، لكن الهلال لا، الريال لا، الريال على طول على الجون، على طول بيلعبوا على الجون ويجيبوا جون ويجيبوا الثاني ويجيبوا الثالث ويجيبوا الرابع. عشان كده احنا اتكلمنا من الاول ان كان يجب نتحفظ قوي، رغم ان انت عملت جيم كويس، جيم كويس من ناحيه افراد، لكن لما تيجي تتضرب في كام كره كده وتتغلب 4-1، انا بعتبر ان انت يعني افردت في الحته الهجوميه. ليه؟ لان الموضوع خرج من ايدك، انت عاوز تطور، عاوز تعوض، عاوز تكسب، كنت اجل للاخر. دائما الفرق الكبيره زي ما الفرق بتلعبنا في مصر بيخلوك حتى لما بتجيب فيهم جون بيخلوك لاخر 10 ربع ساعه، علشان لو ما خسرش، لو ما تعادلش او ما كسبش ما تفتحش. ده اللي كان قطع. الحاجه الثانيه المهمه، يعني انا في كام لاعب النهارده في الملعب، يعني حسين الشحات من افضل لاعيبه النادي الاهلي. اقول لك حاجه، لو كان كمل المباراه كان يبقى من افضل اللعيبه في الفرقتين النهارده. هنتكلم في التغييرات بعد كده، بس طبعا ولكن اللي انا عايز اقوله لك كابتن، حاجه ثانيه مهمه، يعني انت عندك المباراه القادمه اصعب من ريال مدريد. بالظبط، نبص بقى اللي جاي. وصعبه، مباراه صعبه جدا، هيلعبوك بشراسه اكتر من ريال طبعا. مدريد طبعا طبعا، لانهم هم لانهم هم كمان فرقه كبيره قوي من امريكا الجنوبيه، وجاي تلعب في كاس العالم، مش ترجع متوقع ان يوصل للنهائي على الاقل. هو هيلعب نهائي، هو رايح في دماغه يلعب نهائي مع ريال مدريد، وده الوضع الطبيعي. دايما بطل اوروبا بيقابل بطل امريكا الجنوبيه في معظم الاحيان. في معظم الاحيان في كذا بطوله ورا بعض. لكن المهم ان انت النهارده درس تتعلمه، انك يعني ما تفرطش في حته الثقه في طريقه اللعب قوي. يعني انت بتلاعب فرق كبيره،
يعني انت ريال مدريد ده حاجه تانية خالص، برشلونه حاجه تانية، الفرق دي حاجه تانية، فانت ما تستعجلش معاهم، خليك يبقى رد فعل ما تبقاش فعل. احنا النهارده في بدايه الماتش عملنا فعل، فلما كنت ماشي كويس وادينا هايل، بس اللي هي الجون بيجي في ثانيه، الخطا اللي هو اللي جه، الخطا اللي جه ادى انك انت تنزل تاني شوط، علشان انت كان في دماغك سيناريو اخر مش تقدر تعمله، فحبيت تحول، فاستنيت 20 دقيقه بعدين لما نزلت، يعني ما قدرتش تستوعب ان ده الريال. يعني في الاخر عايز اقول لك ننسى المباراه دي، النادي الاهلي عمل المباراتين الاولانيين هايلين، المباراه دي اجزاء منها هايل، وفي حته انك انت طول الوقت لازم تبقى بتلعب على الخطا، لان الكره الهدف بيجي من خطا، عمر ما الهدف بيجي من مهاره لاعب بس، اولا خطا وثانيا مهاره لاعب بيستغلها اللاعب. فانت هارد لك خلاص، اقفل وروح للمباراه القادمه لانها فيها صعوبه، شراسه اكتر من ريال مدريد، قوه اكتر من ريال مدريد، مجروحين صح، مش هيتجرحوا مرتين من فرقه عربيه بيلعب على ميداليا، وبيلعب على ميداليا لا، وكمان انت عارف اكتر حاجه ما كانش لصالح النادي الاهلي ايه؟ خساره ريال مدريد من مايوركا، ده في بدايه، عارف لما يجوا بالنشوه بتاعتهم ان هم كسبانين وكده كان ممكن يتخطفوا، لكن هم طول الوقت واقفين، بدليل التشكيل بتاعه ما كانش هيلعب بالتشكيل ده، ده لعب بالاساسيين كلهم، سيبك من المصابين، ده ريال مدريد لازم يبقى عنده كل اللعيبه جامده. انا كلمتك على 560 مليون في الملعب. يورو في الملعب، انت حوالي 29 انت لا 29 الاهلي كامل، لكن انا بكلمك جوه الملعب انت ممكن توصل ل 15، فانت بتتكلم على 40 ضعف، مفيش مشكله. بس انا عندي النادي الاهلي دايما لو كان النهارده اتاخر الهدف في الشوط الاولاني انا كنت اقدر اقول لك ان كان السيناريو يتغير تماما، ولو ما كناش استعجلنا في حته انك يعني عايز تكسب بدري، وانك بتلعب بتشكيل عايز تكسب بيه بدري، كنت ممكن في الاخر تفاجئهم بنفس التشكيله دي. كابتن بلال هارد لك، زي ما قالوا الكباتن، توقيتات الاهداف كانت صعبه جدا علينا النهارده. لا الاول كابتن احنا بنشكر لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني على الاداء والروح القتاليه العاليه النهارده اللي كانت في المباراه. يعني الهزيمه متوقعه، خلينا عشان نبقى منصفين، ولكن الاداء كان جيد النهارده من وجهه نظري الشخصيه. انت تماسكت لحد دقيقه تقريبا 40 من الشوط الثاني، تماسكت وكنت في وقت من الاوقات يعني قريب انك تسجل الهدف الثاني. الاهلي من الدقيقه 1 للدقيقه 80 فرقه بتلعب عشان توصل لنهائي كاس العالم للانديه، وده حقيقي. يعني النهارده من الدقيقه 1 للدقيقه 80 بالظبط بتلعب على انك توصل لنهائي كاس العالم للانديه. طموح موجود عند اللعيبه، اداء وروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، شراسه في الملعب بشكل كبير. مدريد بيروح بفرص طبعا، وده طبيعي، خد بالك في كره القدم انت النهارده رحت بخمس ست فرص. انت الـ نقطه التحول في المباراه كره قفشه، كره مجدي قفشه، الكره اللي اتلعبت بالعرض من حسين الشحات. نقطه التحول برده في المباراه الثانيه والمهمه هو خروج حسين الشحات من المباراه. وارد اخطاء المدير الفني، وارد يبقى في اخطاء من المدير الفني، وارد يبقى في اخطاء من اللعيبه وانت بتلعب جيم كبير زي الجيم بتاع ريال مدريد، بس ما كانش وارد انك تفتح الجيم في اخر 10 دقائق كده، وده اللي خلانا زعلانين شويه. يعني احنا مبسوطين من الاداء الحقيقي، مبسوطين من روح قتاليه، مبسوطين ان النادي الاهلي اتحط قدام ريال مدريد، انت قاعد بتشجع عايزين نكسب، امتى هجيب التعادل؟ امتى النادي الاهلي هيسجل؟ حسين الشحات ضيع، وشريف ضيع مرتين، وقفشه ضيع، يعني وعبد القادر راح، ويعني رحت بخمس ست فرص حلوين كان ممكن تسجل بيهم اهداف. ده معناه انك انت كنت متواجد في الماتش، معناه ان انت مش ما رحتش الماتش مش بعيد، لا انت كنت موجود في الماتش، كنت موجود وكان ممكن تسجل، وكان ممكن تتعادل في وقت من الاوقات، وكان ممكن تروح بالمباراه لحته ثانيه خالص. استغليت لما كانت ريال مدريد بيتعالى على الكوره، كنت بتستغل الحته دي بشكل جيد، كنت بتضغط بشكل كويس، كنت بتروح بشكل كويس. الاهلي النهارده عامل مباراه الحقيقه يعني من وجهه نظر الشخصيه اكثر ما رائعه. هو
اتفق مع الكباتن، الهدفين الثالث والرابع يعني ملهمش لازمه، بوظوا الفرحه شويه. بعد اذن كابتن هلال، معانا المعلق الرياضي عصام عبده على التليفون وحابب يقول رايه في اداء النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا عصام. مساء الخير يا كابتن ايمن، بمسي عليك وعلى الكباتن كلهم. انا اول حاجه كابتن، النادي الاهلي الحقيقه عمل اداء تاريخي واداء مشرف جدا جدا، وفي يعني باد لك في توقيت الاهداف اللي جت في مرمى الاهلي، وفي سوء بخت غير طبيعي بالنسبه للفرص اللي جت للاهلي في الشوط الاول خصوصا وتوقيتها. لكن بصراحه لينا حق كلنا نفتخر، النادي الاهلي فريق عظيم جدا بيلعب مودرن فوتبول، بنشوف الهايبرس الضغط بتاعهم من فوق، بنشوف كواليتي لعيبه النادي الاهلي، بنشوف يعني من اول نجاحات اللي انا شايفها هو زعلكم في الاستوديو على النتيجه وزعلكم على الخساره من ريال مدريد، وازاي كان في حلم كبير جدا ان النادي الاهلي يتخطى فريق بعظمه ريال مدريد، وخصوصا ان الاهلي ادى اداء جيد النهارده كمان جدا يا كابتن. صحيح. جدا تقييم الناس الفنيين بتوع الكوره هي في انتشار لعيبه الاهلي، في كواليتي لعيبه الاهلي، في ان الفاليو فريق ب 440 مليون يورو مثلا مقابل فريق ب 30 مليون يورو، وتعمل نفس الاداء دوت وتعيش معاهم الفتره دي كلها ند بند. صحيح. وزي ما قلت لك الفرصه بتاعت 2-1 بتاعت قفشه دي لو جت كانت غيرت كتير جدا. مزبوط. من شكل الماتش بشكل كبير جدا، لكن هو في سوء بخت، وبالذات في اول 40 دقيقه الاهلي وصل وراح اكثر من مره كره محمد شريف في الاول، لكن النادي الاهلي عمل ماتش عظيم جدا. صحيح. ولينا حق نفتخر كلنا ان عندنا نادي عظيم زي النادي الاهلي صراحه. طبعا ودايما موجود وعنده شكل المودرن فوتبول الجميل ده. نشوف الاهلي من بيضغط من فوق، واداؤه كان راقي جدا جدا جدا. صحيح. وان شاء الله الفترات اللي جايه نشتغل احسن، وباذن الله تعالى هيجي يوم انا حاسس كده وعندي احساس كبير الاهلي ان شاء الله هيحقق لقب البطوله ديت في السنوات اللي جايه، طول ما في خطوات لقدام وكل سنه مشاركه احسن من السنه اللي فاتت. وعندنا في البطوله نفسها مباراه مهمه جدا جدا جدا، المباراه اللي جايه ضد فلامينجو البرازيلي على الثالث والرابع، وان شاء الله لو الاهلي كسب يبقى الثالث مره على التوالي ياخد ميداليه برونزيه، وده ما حدش حققه على التوالي. كابتن بص، هو النادي الاهلي كمان من سوء حظنا ان الاهلي برضه مع احترامي للدوري المصري، النادي الاهلي لو بيلعب في دوري هاي ليفل اعلى شويه من الدوري المصري يا كابتن ايمن هتلاقيه مع الفرق الاوروبيه دي حاجه ثانيه خالص، لكن انت برضه طول السيزون بتلعب في افريقيا بدون لعيبه المحترفين اللي في اوروبا، وبتلعب في مصر برضه الليفل مش زي ليفل اوروبا. لكن ان النادي الاهلي يمشي على نفس المستوى ده كله والسنوات دي كلها ومشاركه 8 مرات ويعمل ماتش كبير جدا النهارده، حتى انشيلوتي تحس انه محترف كتير جدا النادي الاهلي، وتحس ان كولر مدرب عظيم جدا يلعب المباراه قدام ريال مدريد. احنا ممكن نختلف على 1-2 في بدايه التشكيله في التعامل مع المباراه بشكل او باخر، لكن حته احساس انت توصل تعمل ماتش ند بند، وهنحس بالفرق ده. خلي بالك كابتن، هتشوف انت الفرق ده ما بين الهلال والريال، وهتشوفه ما بين الاهلي النهارده وما بين ريال مدريد، ولازم ان شاء الله الفتره الجايه وانا متاكد هيزيد الاحتكاك شويه مع المدارس الاوروبيه باذن الله. طبعا يا كابتن، هو ده مهم جدا. النادي الاهلي ده دوت طبعا عشان هو مشاركته في افريقيا ومشاركته في الانديه الافريقيه بيبقى اللعيبه كلها المحترفين الكويسين كلهم معظمهم بره 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 وطنهم افريقيا، والمستوى بتاع الدوري المصري بتاعنا طبعا برضو مستوى كويس وكل حاجه، بس لا يرتقي مع الاحتكاك الاوروبي يا كابتن ايمن. الاحتكاك الاوروبي حاجه ثانيه. هاي ليفل النهارده شفت المباراه ملعوبه على جزئيات صغيره جدا، حته السرعه اللي الستارت الاول قبلينا طبعا. انا الصراحه فخور جدا بكل اداء اللعيبه، فخور جدا النهارده النادي الاهلي قفل على فينيسيوس وعمل عليه شغل كبير جدا محمد هاني، وكان عندنا شكل كويس قوي. احنا ممكن نكون بس شويه بدانا المباراه طمعانين شويه ببدايه تشكيله بقفشه، كان ممكن يكون حمدي فتحي، كان ممكن يحصل فيها نوع من التوازن شويه، هي دي كلنا تقريبا كمصريين. وزي ما قالوا الكباتن، هم الريال لعب على حاجات معينه او يعني على اخطاء معينه استغلها ريال مدريد، والنتيجه يعني لا تعبر عن اداء الاهلي المشرف النهارده، دي الخلاصه يعني. أبداً كابتن، طبعا لا تعبر ابدا. صحيح. لكن هو الفنيين زي حضرتك كابتن ايمن، انت بتشوف بتقارن الاهلي ازاي انتشاره، ازاي بيلعب كوره حديثه، ازاي عنده لعيبه مستوى عالي، ازاي ان انتوا لما بداتوا حتى الاستوديو هنا بعد الماتش زعلانين جدا من النتيجه. انت بتلعب قدام ريال مدريد. صحيح. اللي كسب مانشستر سيتي واللي بيكسب برشلونه واللي بيكسب فرقه عظيمه جدا جدا، فريق. صحيح. فريق كامل الاركان، حتى مش حاجه اسمها يجيب عنه 1-2 و3، دي ناس هاي ليفل، وبعدين عندهم حداثه غير طبيعيه في الكوره، وعندهم
وعندهم امكانيات اعلى وحاجات كثيره جدا. القيمه التسويقيه حتى القيمه التسويقيه يعني عاليه جدا جدا بينهم وبين اي فرق ثانيه. كانت 840 مليون قريب من المليار تقريبا صحيح بالنسبه للاهلي طبعا فدي طبعا دي تحتاج لدراسه انك ازاي بالامكانيات الضعيفه الماديه دي ازاي انك تلعب في دوري اقل كتير جدا من الدوري الاسباني، ازاي بتلعب في بطوله قاريه في افريقيا اقل كتير جدا وتبقى ند لريال مدريد احتكاك صحيح. طبعا يا كابتن وتلعب معاه الماتش ده بالعظمه دي كلها طبعا حاجه مشرفه جدا. والنادي الاهلي انا فخور جدا بادائه ان شاء الله تعالى هنبارك لمصر كلها على البرونزيه باذن الله تعالى يا رب ان شاء الله. جدا يا كابتن ده انا متشكر جدا يا كابتن ومستمتعين بيكم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا للزميل العزيز عصام عطل. اتفضل يا كابتن كمل. يمكن هو تقريبا قال معظم الكلام اللي احنا قلناه كابتن عصام عبده. قال اداء مشرف لفرقه النادي الاهلي الحقيقه. احنا لسه في الجيم، لسه الاهلي ما خرجش من البطوله يعني. وده الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي ومديره الفني. زعلت من النتيجه؟ بص يعني في الوقت اللي يعني احنا كنا بنتفرج وقربنا من التعادل انا زعلت من اخر جونين الحقيقه. بس خد بالك يعني انت هي بس مشكلتك ان انت مش عايز اقول مشكلتك، انت تعودت انك تبقى كبير. أيوة. تمام. الفرقه الكبيره يعني انا الطبيعي في الاوقات اللي زي دي انا مغلوب 2-1 هفضل العب بنفس الريتم وبنفس السيستم بتاعي لحد ما اوصل لحد دقيقه مثلا ايه يعني 90 واجازف بقى في في اخر 5 6 7 8 دقايق في الوقت لكن انت عشان انت فرقه عشان انت كبير وعشان انت فرقه كبيره ابتديت تجازف من بدري، ابتديت تعمل التغييرات الهجوميه على حساب التغييرات على حساب الدفاع عندك، فبالتالي ابتدى الجيم يبقى مفتوح وانت بتلعب فرقه بتمتاز اصلا بالمهاره والسرعه. اصلا ريال مدريد هم مش فرقه جماعيه قوي يعني مش فرقه اللي تمتعك بالكوره من رجل لرجل 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 تمام ويعملوا التريكات ونعلق لا هم فرقه بتعتمد على المهاره الفرديه والكاونتر اتاك تمام بالظبط. انت ما تشوف مع مانشستر سيتي في الماتش اللي كسبوه 2 انت بيشتغل على واحده غلطه او كاونتر يشتغل يسجل منه هدف واشتغل وخد بطوله اوروبا بالحته دي. فانت النهارده عشان جازفت تمام في اخر ربع ساعه تغييراتك بقت هجوميه فتحت الجيم هو عشان كده انت يعني جه فينا دخل فيك جه فينا هدف وده خد بالك وده طبيعي في كره القدم. بتفتح الجيم تمام خلاص الامور بالنسبه لك يعني انت ريسك بتاخد الريسك صحيح. يا صابت يا ما صابتش خلاص. فانت الاهلي عمل الكلام ده في الشوط في اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه من المباراه. لكن باستثناء كده انت قوي جدا ند بشكل كبير جدا سجلت هدف التعادل كان ممكن تسجل هدف السوري الاول كان ممكن تسجل هدف التعادل. الاهلي قدم مباراه رائعه جدا او قدم ثلاث مباريات جيده جدا جدا من وجهه نظري الشخصيه. في هدف موجود بتسعى اليه المباراه اللي جايه ان شاء الله. فلامينجو فرقه كبيره الشوط الاول مع 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 الهلال 70% استحواذ اداء قوي جدا رائع جدا يعني بينالتي وبينالتي تاني وانذار وكارت احمر طبيعي برضو ان الماتش يروح كده لان برضو الهلال فرقه كبيره عندها امكانيات وعندها قدرات عاليه صحيح. عندها لعيبه محترفين بشكل كبير. انت المباراه اللي جايه مش سهله وبرضو مش صعب على النادي الاهلي بالاداء ده مش صعب على النادي الاهلي يعني محتاجه تركيز محتاجه انك ما تخرجش محتاجه انك خلاص ما تزعلش. احنا خلاص احنا كجمهور مثلا او كمحبين ومشجعين زعلانين من السكور الوحش ده أيوة. تمام ده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا مش عاجبنا السكور لكن عاجبنا الاداء أيوة. تمام عايزين الاداء ده الماتش اللي جاي. لو ادينا الاداء ده الماتش الجاي لا احنا ممكن نكسب ونكسب مستريح جدا. كلمنا على الاداء كابتن علاء. يمكن كمان نادي الاهلي النهارده بذل مجهود كبير جدا 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 بدنيا اثر عليه بعض الشيء في اخر 10 دقايق واخر ربع ساعه من المباراه. مش عارف بتكلم معاك على الهواء وكنت بتكلم معاك لوحدنا كده قلت لك هيجي وقت انت الشوط الاول هتبقى بدنيا كويس جدا عالي جدا مظبوط. هو الخوف انك بدنيا ما يقدرش تجاري سرعه ريال مدريد اللي هو بيلعب على المساحات اللي انت بتسيبها مظبوط. هو ده واضح يعني محمد هاني من نجوم المباراه النهارده عامل شوط اول ممتاز ولكن الشوط الثاني بدنيا قل شويه ومش قل في الدفاع وقل في حته ان هو يكمل مع حسين الشحات. لكن محمد هاني عامل مباراه ممتازه عامل بطوله ممتازه لحد الان النهارده كان عامل شوط كويس قوي مع انه بيلعب على لعيب اسرع لعيب في ريال مدريد واكثرهم مهاره لكن هو كان لحد كبير الشوط الاول عمل شوط ممتاز. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كان اسامه وبلال وعادل وانت وسام عبده ولو سالت اي اهلاوي اي اهلاوي اذا كان في الاستوديو هنا او في القناه هنا او بره في الشارع يقول لك انا زعلان عشان النتيجه عاليه
النادي الاهلي مش متعود موضوع اربعات والكلام ده، مش النادي الاهلي، مش عمرنا ما كنا كده. توقعك انك تخسر ريال مدريد الى حد ما انت متوقع، لان برضو هي مش مكابره ومش خناقه، صح؟ كره القدم الوقت مش اللي هو لا مش أيه. انت مش داخل، بس عارف اللي زعلنا ايه؟ اللي احنا شفناه من النادي الاهلي في المباراه. ما دي نقطه تانية، انا بتكلم بس على نقطه ايه ايمن، انت من يوم خساره من الريال بالظبط، لا انت من يوم ما موضوع اربعه النادي الاهلي يخسر اربعه دي بالنسبه لك، بالنسبه على سمعك حاجه بعيده قوي، ما سمعتهاش بقالك سنين كتيره قوي ولا تتوقعها. انت ممكن لما تيجي لو عملت كده احصائيات بمباراه ممكن ناس تقول لك يعني نسبه الريال مدريد يكسب الاهلي طبيعي يا جماعه، فرق امكانيات وفرق كل حاجه من غير دخول في التفاصيل، لكن اربعه كتير على النادي الاهلي. اللي يضايقك اكتر ايه بقى؟ انك تشوف الماتش هو ده بالظبط، سير المباراه نفسه صح. ما يديكش الاحساس ده ابدا، استحاله تشوف المباراه دي النهارده وتقول المباراه دي خرجت اربعه، لا اربعه ما مش 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 مستر المباراه دي صحيح، لانك انت في اوقات انت كنت قريب قوي انك تتعادل، لكن يجي في الجول يعني قريب قوي وبتجاري ريال مدريد الى حد كبير، لا انت مجاريهم صح يعني وبتجري وبتحرك وخلاص واخد الثقه في الشوط الثاني، انت ما عندكش مشكله، لكن في لحظه النتيجه تبقى خادعه تماما. فهو احنا حيينا اللعيبه وكل حاجه ودي حقيقه على فكره، والنتيجه ما تدلش على الاداء نفسه. صحيح. ارجو ان حته النتيجه ما تاثرش في اللعيبه، لان خلاص مباراه انتهت تماما. هو انت ما بتلعبش فريق في الدوري الاثيوبي يعني، مع احترام الكلام بتلعب ريال مدريد، كونك ان انت تطمع في ريال مدريد وبتلعب على انك انت لو جبت هدف تتعادل معاها، انت وصلت لمرحله انت طموحاتك بقيت خالص عن كل اللي حواليك، انت صحيح. في حته تانية خالص، الناس كلها متضايقه انك خسرت من ريال مدريد وقدام تلعب نهائي كاس الانديه الابطال، انت كنت عايز ايه تاني؟ فطموحاتك دي انت لو وصلت لجمهورك الطموحات دي، انت مش يعني انا مش جابر ان عادل يتكلم يقول النادي الاهلي كان لازم لا هو النادي الاهلي اللي هو النادي الاهلي بيخليني اتكلم كده، انا ما بتكلمش على حد ما يستحقش كده، لا النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. فطول ما انت ماشي بالعقليه دي هو ده اللي احنا عايزينه، وزي ما بقول لك دايما كل استفاده على قد ما تقدر من كل حاجه، كل مشاركه ليك. اتفضل. معلش انا عايز اسال سؤال برضه في حته التفكير في الاحتكاك مع مدارس اوروبيه مختلفه، هتنقل برضه النادي طبعا. الاهلي نقله ثانيه جدا، بس هو الوقت لسه كنت اقول لك امتى هي المشكله، هي امتى ايمن؟ انت من دوري لكاس مش عارف لسوبر لابطال افريقيا لسفريات ليه، انت ما عندكش وقت لمثلا الوقت الوحيد بدايه فتره الاعداد بالظبط، ودي بقى صعب جدا هتلاعب حد في الوقت ده، غير انك مثلا في ارتباطات مع منتخب مصر لعيبتك بتروح فكده، فانت في حيره، لكن ال 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 البطوله دي حلوه، انت بتحتك بكذا مدرسه، انت المباراه القادمه ان شاء الله مدرسه ثانيه خالص، امريكا اللاتينيه، سرعه وقوه، وهتلاقي سن اصغر وهتلاقي حماس اكتر وهتلاقي ناس عايزه توصل للثالث، يقول لك لان هو طبيعي هو جاي من بلده يلعب فاينل، هلعب ريال مدريد في الفاينل، ما يعرفش اللي هيحصل صح. انت كل واحد بيروح البطوله او داخل المباراه انت سيناريو في دماغك، لكن المتغيرات خلال المباراه دي حاجه مش بايدك، وفي حد كان يعني ممكن يتخيل مباراه امبارح الهلال وفلامينجو اللي بتحصل كده التغيرات دي؟ لا خالص. الهلال فريق كبير وقد وعمل كل حاجه، لكن استحاله حد كان يفكر كده، استحاله حد كان يفكر ان المباراه تمشي كده ابدا صحيح. لكن مشيت والهلال وصل نهائي، نفس الكلام النهارده الناس كلها بتقول لك لا المباراه يعني منتهيه تماما، وريال مدريد والنادي الاهلي ماشي على عيني وعراس، ده من حقك، لكن قبل ما تبدا المباراه انت بتتكلم على قيمه برده كبيره زي النادي الاهلي لما بيجي يلعب اي فريق في افريقيا ولا في الوطن العربي او هنا في الدوري، طبعا الغالبيه يقول لك لا الموضوع موضوع المكسب ده للنادي الاهلي موضوع منتهي، لكن هي كلها يعني بتبقى يعني اخطاء بسيطه جدا بتحصل بتغير كل حاجه صحيح. يعني الناس يقول لك يا الخطا بتاع محمود متولي كان ممكن يخرج 0-0، خلاص هي ظروف مباراه صحيح، تعامل معاها بس تعامل معاها بهدوء بحكمه، عمرك ما هترجع المباراه تاني استحاله، عمرك ما ترجع الخطا بتاع محمود، عمرك يعني النهارده مثلا 90% اللي بيتفرجوا على ضربه الجزاء بتاعت الشناوي عندهم ثقه ان الشناوي يمسكها. ايوه والله العظيم أيوة انا قاعد هنا معظم اللي كانوا موجودين هنا قالوا كده، انا ما كنتش قاعد معاكم هنا بس انا كنت قاعد بتفرج برضه مع ناس كتير قوي بقول لهم يا جماعه الشناوي يمسك الكره دي، ده مودريتش، قلت لهم والله الشناوي يمسكها وفعلا حصل،
هي تبقى عندك كده يعني ثقه في اللعيب بتاعك او حاسه بتجيلك. فخلاص التعامل مع مباراه مهم جدا. تعامل المباراه النهارده انتهى الكلام في مباراه النهارده. كولر من بكره يبدا التحضير لمباراه اصعب بدنيا. مفيش وقت للاستشفاء لان ده هتلعب يوم السبت. ما هي مش استشفاء اكتر من هي كلام بقى. تفكير ويبدا يشوف ايه المميزات اللي خدها من ريال مدريد وايه العيوب اللي حصلت وازاي ادخل ان شاء الله فريق النادي الاهلي للمباراه القادمه بطموح ان شاء الله. كنت بتتكلم على البنالتي، ممكن تجيبوا لنا الصوره دي تاني معلش بعد اذنكم. دي الكره اللي كنت بتكلم عليها كابتن، البنالتي بتاعه مودريتش اللي صدها الشناوي. يعني هو شاط الشناوي اتعمل بامتياز. بامتياز تعامل معاه كويس قوي الشناوي. تعامل الشناوي كمان يعني هو قرا مودريتش وعينه على الكوره ما راحش بدري. يعني هو قرا مودريتش ودي ساعدته. يعني القرايه بتاعت الشناوي اللي هو اتجه الشمال شويه لزاويته ساعدته ان هو يتعامل مع ضربه الجزاء كده. صحيح. فهو المباراه النهارده خلصت. النهارده لعيبه النادي الاهلي مش مطلوب اكتر من كده. انتوا بتلعبوا فريق عظيم وفريق كبير، لكن لسه عندنا انجاز وانجاز كبير جدا ان شاء الله نحقق البرونزيه. لكن لازم التفكير بقى يروح يعني اختلاف 180 درجه ايمن على طول الماتش الجاي طبعا. لا وتفكيرك تفكير. خلاص. خلاص اما بتفكر في ريال مدريد غير ما تفكر في فلامينجو. ريال مدريد النهارده مباراه هتوصلك لميداليا. صح. انت المباراه القادمه هتلعب على الهدف ده. مزبوط. فعايز تفكير ثاني خالص، تعامل غير النهارده وتعامل بشراسه وجديه اكتر. النهارده اللي كان مخلي ان لعيبه النادي الاهلي كان في شراسه. النهارده انا عجباني في لعيبه النادي الاهلي. صح. وبص ما تقنعنيش ان كولر ما اتفرجش على ريال مايوركا. استحاله. اتفرج اكيد وعرف ان اصعب حاجه بتقابل لعيبه ريال مدريد الشراسه الدفاعيه. هو اتعامل كويس قوي. ولو غلطه محمود متولي دي ما حصلتش. اول فرصه جات لنا محمد شريف. ما اعرفش محمد شريف تعامل معاها برضو بنوع من السرعه شويه، لازم يهدى شويه فيها. لكن ماشي برضو عارف خضه ان انت تبقى منفرد بحارس ريال مدريد دي مش يعني هي مش سهله ايمن. لكن التعامل مع فلامينجو غير. لازم شراسه، لازم يبقى عندك ثقه في نفسك كويس قوي، لازم يبقى عندك طمع انك توصل ان شاء الله برونزيه بس بهدوء. صحيح. ان الطمع مش عايز انك مستعجل وعايز تكسب، لا اطمع انك ان شاء الله تاخد الميداليه بس تعامل بهدوء خلال المباراه كلها. صحيح. والمره المليون اداء هايل لعيبه النادي الاهلي وان شاء الله يكملوا وان شاء الله ياخدوا الميداليه البرونزيه. هم يستاهلوا. مظبوط. وتجارب للمدير الفني وتجارب للعيبه واحتكاك مفيش احسن من كده. بتتكلم يا جماعه النادي الاهلي بيحتك اكبر انديه العالم، فممنوع حد يتكلم. ممنوع حتى لو النتيجه النهارده عاليه ما ينفعش اتكلم عن النادي الاهلي. مظبوط. الجائزه الحقيقيه اللي النادي الاهلي في كاس العالم هو دي المكافاه. صح. انك ما بتاخد بطوله بتوصل كاس العالم حتى لو انت كنت طالع الوصيف. لكن هو تحس ان البطوله دي لازم النادي الاهلي موجود فيها. موجود. والله فارك. دي حقيقه. مزبوط. فان شاء الله يا رب ان شاء الله التركيز كويس قوي، ننسى مباراه النهارده والتفكير يبقى في مباراه فلامينجو ان شاء الله. وان شاء الله ناخد البرونزيه ان شاء الله. كابتن اسامه، الاداء المشرف اللي اداه النادي الاهلي النهارده يتبني عليه ازاي وانت بتلعب على الثالث والربع وخلاص زي ما قال الكابتن علاء وقالوا الكباتن، ننسى بقى اللي حصل النهارده. لا طبعا انت اديت اداء مشرف، عندك مهمه ثانيه ان انت عايز تحافظ على الميداليه البرونزيه اللي انت اخر دورتين كاس عالم كسبتها. مظبوط طبعا. انت اولا عايز تحافظ على الميداليه البرونزيه، عايز تحافظ على ادائك المشرف اللي عملته النهارده. المفروض على الورق هو خصم، او مش عايز اقول خصم، منافس اقل كاسم وتسويق يعني قيمه تسويقيه واسم ولاعيبه من ريال، ولكنه منافس قوي. ولكنه فلامينجو البرازيلي بطل الليبرتادوريس و احنا عارفين الكره البرازيليه وشفنا الماتش اللي فات. وبعدين في حاجه ثانيه، ريال مدريد النهارده ما فيش شراسه في اللعب، بيلعبوا بهدوء خالص. ماتش فلامينجو هيبقى فيه شراسه جدا جدا جدا. انا يعني خدها مني دي، انا بقول لك هيلعبوا، لان حتى في ماتش هم في ماتش الهلال بيلعبوا في احتكاكات قويه وكده. فالماتش جاي هيبقى اكتر. ده طبعهم يا اسامه. طبعا كره امريكا اللاتينيه. مظبوط. فيها خشونه. صح. بتوصل لحد الخشونه فعلا. صح صح. صحيح. حتى في فاولات عندهم في الدوري البرازيلي او الدوري الارجنتيني او البطولات بتاعتهم في بطوله القاره
بتلاقي فاولات وحاجات ما بتتحسبش بتتحسب في الدوريات الثانيه، فهتلاقي في شراسه قويه جدا في اللعب، فلازم الناس تتهيئ من النهارده. صح. يعني الناس اول ما تروح بقى، اذا كان اللي بيدلك، اذا كان بيبتدي بقى الاستشفاء، الناس اللي بيتعشى ينام بدري، مفيش، لانه مفيش وقت. لا ده يعني بعد بكره. والنوم ده من اهم عناصر الاستشفاء، انك تنام وتريح جسمك كويس، فلازم تستعد بشكل كويس. ويكفيك فخرا انك انت، كل الناس اكيد كل الناس اللي شافوا المباراه، وانت شفت عصام عبده اتكلم ازاي، كل اي حد هيكون شاف المباراه من سواء من جمهور النادي الاهلي او الجماهير الاخرى، سواء جماهير ريال مدريد او جماهير العربيه او اي حد شاف المباراه، هيقول لا ده نادي فريق محترم وادى بشكل كويس. فخلاص دي تكفيك قوي النهارده، لانك انت ما خسرتش من اي حد، انت خسرت من ريال مدريد. ف لازم تستعد بقى كويس جدا من بدايه من الاستشفاء وثانيا تفكير مستر كولر في ازاي هيواجه فلامينجو بالظبط، لانه المباراه مش هتبقى سهله، وفي ناس ابتدى بعض التعب هيحل عليها طبعا. فلازم هيحصل بعض التغييرات بسيطه، مش كتير، بس لازم هيحصل بعض التغييرات، فلازم يفكر في الماتش الجاي كويس. من الحاجات النهارده اللي كلنا يعني اتكلمنا فيها، اولا انا عاجبني جدا 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 النهارده الجبهه اليمين اللي فيها محمد هاني وحسين الشحات، الاثنين كانوا ممتازين. وحسين الشحات انا شايف انه هو كان نجم المباراه النهارده، نجم المباراه، وبرده كانت علامه استفهام ان هو اتغير، يعني كان فاتح الجبهه دي جدا. صح. وعمل كرات خطيره جدا وسدد على المرمى، وعمل كرات انفرادات لناس وكرات عرضيه، وجاب ضربه الجزاء بنالتي. وكان حالته كويسه والجبهه مفتوحه، يعني انا يعني دي ما فهمتهاش. طبعا محمد عبد المنعم كل الناس طبعا تحيه كبيره، ولكن واحد زي محمد عبد المنعم، محمد هاني وحسين الشحات كانوا متفوقين جدا على نفسهم النهارده. في ناس ادت بروح عاليه، يمكن فنيا كانوا اقل شويه، لكن كله ادى بشكل كويس. برده التغييره بتاعه ديانج، برده يعني حمدي فتحي ينزل، بس برده انا ديانج اكتر اصلب واحد في الوقفه الدفاعيه، في الوقفه الدفاعيه واستخلاص الكوره في نص الملعب. يعني انت بتتكلم على انطلاقات حسين الشحات، طبعا كان ممتاز النهارده، كان ماشي كويس جدا في الحته دي أوي فعلا قوي قوي. هو نجم المباراه. صح. انا من وجهه نظري الشخصيه هو نجم المباراه، لكن هاني كمان عمل ماتش كويس، الجبهه دي كانت شغاله كويس قوي. ومعظم خطورتنا النهارده كانت من ناحيه، كانت الاوقات الثانيه كانت بتبقى من ناحيه علي معلول، لا كانت من ناحيه حسين الشحات ومحمد هاني. مزبوط. وحسين الشحات تحديدا برده التغييره اللي استغربتها برده بتاعه ديانج، هو مش في احسن حالاته، بس مسمار في نص الملعب، يعني واقف بيأمن كل الناس، تحس ان نص الملعب اتفتح شويه بعد ما ديانج برده طلع، رغم ان حمدي فتحي نزل وقت من ساعه ما نزل حمدي فتحي ادى بشكل جيد، بس كان ممكن مش ديانج هو اللي يغير يعني، لكن حمدي فتحي ينزل لان حمدي فتحي اضافه. واحنا قلنا من وجهه نظرنا، ناس تتفق وناس تختلف، ان كان ممكن حمدي يبقى من البدايه ويلعب بثلاثه ارتكاز ونهدى، لان احنا بنلعب ريال مدريد، ثم اعمل السيناريو الثاني لما احب ازود، لكن هي وجهات نظر. والاهلي ادى بشكل كويس جدا حتى بنفس التشكيل وبنفس الظروف وبنفس التغييرات، لكن دي بتبقى بنتكلم عشان بنحلل بس المباراه من وجهه نظرنا اللي ممكن يكون حصل فيها، لكن المباراه القادمه لابد ليها تفكير كويس قوي، لانك بتلعب على ميداليه البرونزيه. فلازم خلاص تصفي ذهنك خالص، ولا كلام بقى خلاص في ماتش ريال مدريد، ما نقعدش يومين ثلاثه اربعه لغايه الماتش، يعني مش وقت مفيش وقت اصلا، لا يعني اخدك النهارده خلاص، يعني انا اقصد ما نقعدش نتكلم، انت بس تستفيد من الاخطاء اللي حصلت، تستفيد بقى من الاخطاء اللي حصلت، هل الشكل اللي احنا ابتدينا بيه هو اللي اصح، ولا نفكر في حاجه تانية؟ التغييرات هل كان لازم اغير كده ولا لا؟ في ايجابيات هتستفاد منها برضه الماتش اللي طبعا جاي. في ايجابيات كتيره طبعا. اولا كان عايزين نتكلم كمان عن ايجابيات بتاعت الماتش النهارده، ايجابيات او اول حاجه كان في ثقه في النفس، ودي مهمه جدا في كره القدم، الثقه في النفس دي من اهم
مميزات لاعب كرة القدم. صحيح. يعني في لعيبة بتبقى كويسة ولكن ثقتها في نفسها بتبقى مهزوزة. ولذلك في ناس بنقول بتيجي بالنادي الأهلي وتفشل للنقطة دي اللي هي الشخصية وإن يبقى عنده ثقة في نفسه. هنا النهاردة معظم اللعيبة عندها ثقة في نفسها، بتتناقل الكرة بسهولة حتى في المناطق الخطر، برضو بتناقل الكرة بثقة وهدوء. دي من الحاجات المهمة جدا نستفيد بيها الماتش اللي جاي، ما نبقاش متوترين ولا حاجة. انت لعبت مع اعظم فرقة في العالم. العدد الهجمات اللي رحت بيها غير ماتش خالص بايرن ميونخ. بايرن ميونخ لما لعبناه تحس ان احنا اكننا بنلعب جون مشترك، مش خايفين قوي والخوف مكبل اللعيبه في نص ملعبنا، في نص ملعبنا واقفين مستنيين بس الهجمات اللي علينا، لكن مفيش هجمات خطر لقدام. النهارده لا، النهارده ليك هجمات خطر كتيره، وجبت هدف من ضربه جزاء، لكن جبت هدف. بص يا اسامه كام واحد بيهاجم زياده عدديه عند بص 1 2 3 4 5 6 بس هي دي بقى النقطه اللي احنا بنقولها، الرد بقى. ايوه ممكن مع فرق اخرى ما يعرفوش لما يقطعوا كره يستغلوا ده، لكن هم في اخر 10 دقائق كل هجمه مرتده كانت بتبقى فيها خطوره. مظبوط. يعني هم ال 10 دقائق اللي جابوا فيهم الجونين كانت هي دي بس النقطه اللي زي ما علاء قال. احنا برضو تاثرنا بدنيا طبعاً. اخر 10 دقائق طبعا. واحد زي هاني نتيجه المجهود الكبير قوي اللي اتعمل كان ممتاز جدا، بس فعلا جه اخر الوقت كان بيطلع في الهجمه مش ارتداده. دي الرده يا كابتن. ايوه ايوه فعلا. بص بقى الرده بتاعتنا، بص الثلاثه رايحين من نص الملعب اربعه، وبعدين مودريتش وكامافينجا والراجل اللي نازل 19، وهناك الناحيه الثانيه جيسوس، وهنا غوس، يعني خمسه طالعين على اربعه وهم رايحين كمان بوشهم يعني شايفين المنظر. فدي اتكررت كتير في اخر 10 دقائق او ربع ساعه، برضو بدنيا اتاثرنا شويه، لكن صحيح. لكن كره القدم كده وانت ما بتلعبش في فريق قليل يعني، ففي ايجابيات كتيره النهارده استفدنا منها، وهارد لك وان شاء الله بالتوفيق المباراه ان شاء الله. كابتن عادل، فكر مستر كوره الماتش اللي جاي، هو النهارده زي ما قلتوا في بعض الاوقات طمع، الماتش اللي جاي انت بتلعب على ميداليه تمام، يعني لازم يكون في تحفظ شويه، لان انت لو فتحت بدري ممكن لا قدر الله يحصل عكس ما تتمناه. الماتش الجاي فكر مستر كولر هيبقى ازاي؟ هو عامة مباريات اليوم الواحد انا بسميها اللي هي لازم تكسب او انا اكسب. أيه. ليه تستعجل مكسب؟ صحيح. عادة يعني او المدرب بياخدها صحيح. بهدوء شوية. دي واحد، اتنين انت خارج من هزيمة بغض النظر عن الخصم مين؟ كبيرة اربعة. فانت يجب عليك انك انت يعني تقف شوية دفاعيا وتشتغل على النواحي اللي هي المرتدات، اللعب المنظم، تطلع بهدوء عشان ما تعملش مجهود زياده. ما هو خلي بالك ماتش النهارده برضه احنا عملنا مجهود زياده جدا جدا جدا، ده اللي انا بقوله. ماتش كمان يومين، عشان كده بقول لك قرب قرب مسافاتك. هم مريحين يوم زياده كمان يعني قبلنا بيوم، قرب مسافاتك تبقى جنب بعض، ما انت عشان تقلل الكيلومتر بتاع اللعيبه في الجري، يبقى انت لازم ما تديش مهام فيها توسعات ملعب، المهام كلها تبقى خطوط، يعني تصعد خطوط، الاهداف تيجي بهدوء، ما بتجيش بالحته العنف اللي هو الجري، لو عملت كده ممكن يحصل حاجه معاك غير طبيعيه. لكن المهم انت عندك يعني معنى كلامك ان انت ما تجاريش فلامينجو في السرعه والقوه. عندهم قوه طبعا، امريكا الجنوبيه سرعه وقوه غير عاديه. لعبهم اصلا الدوري بتاعهم ما فيهوش فاول. ايوه انا مش انا بتكلم كلام في مهاره كمان طبعا. لا هم مهاريين طبعاً. امريكا الجنوبيه ام المهاره، لكن كمان بيكتسبوا قوه في المباريات. يعني هو ليه اتحسب عليهم اتنين بنالتي في ماتش؟ هم عندهم العنف ده ما بيتحسبش عندهم. صحيح. يعني عندهم في نص الملعب بيخبطوا ببعض ما بتحسبش حاجه خالص. صحيح. يعني عندهم عنف، فالعنف ده لو ما قابلتوش انت بقوه ولكن ما تبادلوش الجري. أيوه. لا يعني تقف. هو الحاجه الثانيه هو نازل يعني هو مجروح قوي طبعا، فعاوز ان هو ياخد ميداليه، فهيعمل ايه معاك؟ هيشد عليك قوي، انت فاهم؟ هيقوى عليك قوي،
في البداية لو حس انك انت خايف او حس انك انت تكتيكيا مش منضبط تتخطر. يعني انت من وجهة نظرك ان مستر كولر ما يبدأش المباراة مفتوحة زي النهاردة يمكن انا عاوز اقول لك كابتن هي معادلة عندي انا دي وجهة نظري انا الاهلي لما يخسر عدد كبير ما بقولش الفرقة كويسة انا كده ده وجهة نظري انا مش دايما اقول لانه انا ثقتي في الاهلي كبيره قوي انت فاهم وثقتي في 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 اللعيبه كمان كبيره وثقتي في المنظومه كبيره ككل. فعلشان كده انا دايما مش هوصل للحته دي انا مش هوصل لعمري للحته انا لما اخسر ما اقولش على انا ما كنتش وحش انا اداء صحيح. كويس صحيح لكن اداء كويس ويدخل فيك اربع تجوان تترجمها ايه تقول ايه انا ما ينفعش انا نادي كبير ما ينفعش اقول انا كنت هايل مثلا لا انا النهارده اخطات اخطاء لازم اتداركها لان انا نادي كبير قوي ما ينفعش يدخل فيا الاجوان دي يعني الجون الاولاني ما ينفعش يخش فيك مع الريال يعني الخطأ يعني الخطأ يعني خطأ احنا اتكلمنا في ديانج رجع الكورة ومحمود متولي ما قدرهاش كويس لا مفيش في المباراة الكبيرة كده في المباراة الكبيرة لعب الأمان لعب الأمان فعلشان كده أنا بقول إن النهاردة احنا أخطأنا في بداية التشكيل سريعا احنا حبينا نكسب ما اديناش الريال وضعه الطبيعي الريال فرقة كبيرة قوي انت فرقه كبيره في قارتك وهو فرقه كبيره في قارته وقارته متفوقه على قارتك بكتير فانت كان يجب انك انت تديله التشكيل المناسب ليه تلعب بثلاثه ديفندرات يعني بدليل ان انت لعبت الماتشين اللي قبله بثلاثه ديفندرات وعندك حمدي فتحي لما نزل كان افضل من الاثنين اللي كانوا موجودين في الملعب المكان ده فانا بقول لك انه كانت يجب انك تستغل حمدي فتحي قوي فانا لما وصلت انا للحته بتاعت ان انا خسرت الرقم ده انا هلعب ثالث ورابع دي ميداليتي المفضله وده نجاح الكبير انا خلي بالك بطلق للنادي الاهلي السيناريو ده طبعا سيناريو ان طبعًا امريكا طبعًا. الجنوبيه فرقه امريكا الجنوبيه تخسر ده سيناريو صعب يعني لو انت هتلعب مثلا مع فرقه عربيه زيك الماتش بيبقى يعني قوته حلوة يعني متوازنة لكن انت بتتكلم عشان بس الناس تفهم الامر عشان الناس ما تروحش دماغها لان فرقة فلامينكو دي فرقة عادية وضعيفة لا فرقة قوية جدا فرقة اصلا من الفرق اللي حتى التصنيف بتاعها بيدخل التاني يعني ما بيلعب سيمي فاينل بس بيلعب قبل نهائي بدليل ده الاتحاد الدولي اللي مصنفه كده انه بيلعب بيلعب في قبل النهائي على طول يعني زي ريال مدريد زيه زي الفرق الكبيره دي فانت بتتكلم على مباراه هتبقى مباراه صعبه مش سهله يجب ان احنا لازم نحذر قوي ولازم طول الوقت نكون بنلعب على اخطائهم زي ما النهارده الريال فرقه كبيره لعبت على اخطائك يعني الناس كلها والكباتن بيتكلموا على انه الريال ما داس النهارده قوي والريال ما كانش كويس لا الريال محترفين عنده ماتشات وعنده حاجه تانية بس هو في الوقت المناسب يضغط عليك ويقوى عليك ويعمل عليك وينزل تاني فالموضوع ده انت لازم تعمله في الماتش اللي جاي لازم تتحفز قوي ولازم تلعب اللعب اللي هو ما فيهوش ريسك وخلي المباراه تجري للاخر مش لصالحك عشان انت لعبت مباراه لما هو برضو لعب مباراه وهو يعني هو كان عنده نقص في المباراه بتاعته جري كم جري كبير خد يوم اجازه اكتر منك اوكي لكن هو عمل كم جري اكتر منك لانه كان عنده حد مطرود من فرقته بس هو ممكن يكون عنده وانت عندك عدد كبير من اللاعبين فيجب ان احنا نشتغل بفكر اعلى من اللي اشتغلنا فيه النهارده نشتغل تجاري يعني كتير قوي
يعني احنا اقول لك حاجه، احنا ماتش ريال مدريد الاولاني اللي لعبناه الود دي كان من قيمه قد ايه؟ كتير، كان من 2001. 2001 لما بنيجي كنت مساعد لما انا عارف لما سالتك حتى لما بنيجي نتكلم احنا كسبنا ريال مدريد ما بنقولش اداء ما بنقولش اداء ريال مدريد كان ايه معانا ولا احنا ادائنا بس هو في فعل حسن يا كابتن عادل برضو. يعني احنا الميداليه الاخيره كسبنا بالميراس البرازيلي ركلات ترجيح على المركز الثالث والرابع ان شاء الله. ان شاء الله السبت هنلعب فلامينجو على الثالث والرابع ان شاء الله. بس شوف اللي انا عايز اقوله لك كابتن، انه الفرقه دي من الفرق القويه جدا، علشان لازم نعرف انه الماتش مش هيبقى سهل خالص. طبعا لازم طبعاً فرقه طبعاً. النادي الاهلي تبذل اقصى جهد ليها وتريح كويس وتعمل استشفاء كويس عشان نوصل للمركز الثالث. وحتى شوف انا دايما بقول كده، الكوره فيها كل حاجه. صحيح. انت كونك انك بتروح كاس العالم للانديه ورحت عملت المباراتين واديت مباراتين كويسين وكسبت ولعبت مباراة معقولة لكن خسرت خسارة كبيرة من ريال مدريد، بس إن شاء الله المباراة القادمة دي اللي هي دي إنك أنت تعمل أداء مميز وإن شاء الله تاخد المركز الثالث. ويعني عايز أقول في الآخر إن هي كرة قدم، أنت بنشكر اللعيبة في آخر اللي أنا بقول بشكر اللعيبة على التعب والجهد اللي عملوه ومع الجهاز الفني، ولكن بنطلبهم بالمركز الثالث إن شاء الله يموتوا نفسهم. النصر والهزيمه من عند الله، ولكن ربنا مديهم حاجه في ايديهم بس الايه؟ الجهد والعرق، وان هم يموتوا نفسهم في الماتش الثالث باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن طبعا احنا كنا متاثرين وما زلنا متاثرين، ولكن زي ما قلتوا خلاص احنا ننسى بقى. كابتن عادل اتكلم على ان الفكر بتاع مستر كولر من وجهه نظر الكابتن عادل لازم يتغير الماتش اللي جاي. لازم يتغير، بيبقى فيه تحفظ اكتر من اللعب اللي هو كان مفتوح قوي النهارده مع الريال. هو الخصم مختلف والخصم اقل من الريال، ولكن انت عندك مشكله في المباراه ديت ان انت لازم تكسب عشان تاخد ميداليه. بس انت عندك برضو حاجه جيده اللي هي انت النهارده خد بالك كنت بتلعب في ملعب يعني 90% بيشجعوا ريال مدريد. مباراه خلي بالك احنا هنرجع تاني على يعني 90% تلاقيهم بيشجعوا النادي الاهلي. يعني انت المباراه اللي اتلعبت هناك كان معظم الجمهور اللي موجود في الاستاد كان بيشجع النادي الاهلي. يعني 90% من الناس اللي كانت موجوده يعني. النهارده الوضع مختلف، النهارده بتلعب في اسبانيا مش بتلعب في المغرب. يعني معظم الجمهور اللي موجود اسباني. تمام؟ هتلاقي الامور مختلفه الناحيه الثانيه، هتلاقي ان الاهلي الجماهير اللي موجوده كلها بتشجع النادي الاهلي. بس خلي بالك الفتره قصيره جدا، عندك عبء كمان انك انت هترجع تاني لطنجة عشان تلعب كمان هناك مركز ثالث ورابع. حقيقي. يعني الفترة الزمنية صعبة قوي قوي قوي. دي حقيقة. بص يا كابتن، يعني بص الكباتن اتكلموا في نقاط مهمة جدا بالنسبة لمباراة المباراة اللي هتتلعب في طنجة. يعني مباراة صعبة أكيد، صعوبة المباراة تكمن في إن أنت بتلعب برضو فريق مجروح شوية. يعني هو برضو يعني فريق يعني الفرقة بتاعت أمريكا اللاتينية دي فرقة بتتميز بالقوة والسرعة، وهم معتادين هم يبقوا تاني البطولة، معتادين. يعني بنسبة 90% او 99% هم تاني بياخدوا الميدالية الفضية على طول في 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 كأس العالم للأندية، معتادين على كده يعني. فالنهارده انت بتلعب فرقة ما قدرتش توصل للفاينل، فبالتالي هي بتلعب على مركز، وده وضع طبيعي، زيك بالظبط. انت النادي الأهلي راح تلعب على مركز، بس هتلعب فرقة اعتقد يعني ممكن يبقى عندها دوافع وعندها حماس، ومغلوبة برضو من الهلال مغلوبه بشكل سيء جدا، وبتلعب النادي الاهلي فعايزه تكسب عشان تاخد ميداليه او تروح بلدها معاها ميداليه. فدي صعوبه الماتش. الماتش صعب، تمام، عليك انت كمان اكتر، لان انت كمان لاعب يوم متاخر شويه عنهم. يعني يوم النهارده انت لعبت، هم لعبوا امبارح فواخد راحه النهارده يوم زياده. صح. انت هتاخد خميس وجمعه وتلعب السبت، هو كده واخد اربع وخميس وجمعه، ويوم يفرق كتير جدا جدا لما تلعب يعني بعد 72 ساعه غير ما تلعب بعد 48 ساعه. الناس اللي بتوع الريكفري يقول لك ما التلج، لكن برضو تفرق وقت الراحه، بيفرق جدا ومهم جدا بالنسبه للعيبه. لكن انت برضو اتعودنا من لعبتنا الروح القتاليه، اتعودنا من لعبتنا ان هي بتلعب يعني للميداليه. النهارده احنا ما كانش عاجبنا الميداليه البرونزيه، بس اضطريت
ان انت تروح لها مره ثانيه، فلازم تقاتل من اجلها حتى لو لا قدر خسرت، بس المهم يبقى في قتال. احنا النهارده زعلانين من السكور، مبسوطين من الاداء تمام، وكنا هنبقى مبسوطين اكتر واكتر لو كانت الاهداف اتسجلت والحاجات اللي انت رحت بيها جول يعني اترجمت لاهداف، كان هيبقى النهارده اداء واهداف وتبقى سيمفونيه رائعه من النادي الاهلي النهارده. ولكن هي دي كره القدم يعني، في النهايه انت اتغلبت من ريال مدريد، في النهايه انت اتغلبت من بطل العالم تمام، في النهايه انت اتغلبت من فرقه يعني من اكبر الفرق في العالم قيمه تسويقيه، النهارده انت اتغلبت من لعيبه يعني بيتنافسوا على جائزه افضل لعيبه في العالم، فالنهارده الهزيمه تمام وارده جدا في كره القدم من فريق مخضرم، فريق محترم، فريق بيعرف يكسب الكبار في اوروبا، مش بس في 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 في, في, في اسبانيا، لا ده في اوروبا كلها. يعني انا كنت قلت ان لما سالوا جوارديولا يعني انت ليه ما بتاخدش ببطوله اوروبا، فقال لك عشان في فرقه اسمها ريال مدريد، فرقه بتعرف تكسب، فرقه عندها يعني زي الاهلي بالظبط، انت بتتكلم على فرقتين يعني هم عندهم نفس الطموح ونفس الرغبه ونفس الجلد، وعن يعني فرق ما تعرفش غير المكسب، ما تعرفش غير الفوز، ما تعرفش غير تحقيق البطولات، هي الفرقه كده، انت المنافس بتاعك تمام، او اللي انت بتحاول ان انت تصل لعدد الارقام في البطولات بتاعته هو ريال مدريد مش فرقه تانية. فالنهارده جامعتك الظروف انك تلعب ضد ريال مدريد في بطوله عالميه شرفيه للنادي الاهلي، انت النهارده شرفت وكرمت في بطوله كاس العالم للانديه. المباراه اللي جايه مباراه صعبه، صعبه على الفرقتين على فكره، مش بس النادي الاهلي لوحده، صعبه على فلامينجو برضه يا كابتن علاء، يعني مباراه صعبه جدا عليهم. النهارده شافوا الاهلي اداء راقي جدا واداء رائع جدا امام ريال مدريد، هينزل اوقات كتير هتلاقيه قلقان منك في الملعب، يعني انا اتمنى بس حته الـ يعني نبقى فيزيكال كويسين، يبقى فين على رجلينا، ما بقاش تعبانين، ما بقاش عندنا مشكله بدنيه في ماتش فلامينجو، لو ما عندناش مشكله بدنيه في ماتش فلامينجو اعتقد الاهلي هيأدي مباراه رائعه جدا جدا جدا. النهارده يعني لعيبه كتيره من لعيبه النادي الاهلي النهارده كانوا في اوقات كتيره جدا جيدين في المباراه الحقيقيه. النهارده كنت عامل جبهه زي ما الكباتن اتكلموا، الجبهه ناحيه اليمين كانت رائعه جدا طول الماتش. النهارده حسين الشحات عامل واحده في الضيقه مطلعها الجول وبنالتي، وبعديها شريف واحده الانفراد لو كان تقل عليها سنه ممكن تروح يعني يسجل بيها هدف، واحده بدماغه كره ثانيه يعني طاهر محمد طاهر واحده بدماغه في بدايه الشوط الثاني. يعني النهارده انت ادائك يعني وانت عشان بتلاعب ريال مدريد لا اداء رائع جدا، اداء مشرف جدا. النهارده كان ممكن في اي وقت من الوقت انك تخطف هدف التعادل، ولكن هي برضو دي كره القدم صحيح. تمام، دروس بتستفاد منها. كباتن اتكلموا قالوا هتلعب جيم مفتوح قدام فلامينجو هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا الجيم، لان هم فرقه بتمتاز بالسرعات. السيناريو اللي حصل لهم مع الهلال ده سيناريو يعني مش هيتكرر تاني اعتقد بالزبط. في اول اربع دقائق بنالتي وبعدين بنالتي الشوط الثاني مع انذار تاني غير مستحق على الاطلاق، بياخد اللعيب بياخد كارت احمر، بتلعب ناقص لعيب، سيناريو صعب يعني صعب تكرره في كره القدم. لكنهم الشوط الاول زي ما قلت لك كابتن ايمن كانوا مستحوذين بنسبه 70% على الماتش، سرعه وقوه ومهاره واداء، وبيروح على الجول ويضيع ويسجل حتى وهم مطرود منهم لعيب، راحوا بالهدف سجلوا الهدف الثاني تمام، كانوا قريبين ان هم يسجلوا هدف ثالث الحقيقه. يعني في كره جت يعني كورتين الحقيقه اتلعبت عرضيتين، واحده اتلعبت بدماغه وواحده خبط في رجل اللعيب، كان ممكن تتسجل هدف التعادل لفلامينجو يعني في نهايه الشوط الثاني. فالفرقه فرقه جيده بيمتازوا بالمهارات، انت كمان عندك مهاره، انت كمان عندك مخ بتعرف تفكر في الملعب، عندك مدير فني عنده طموح، اعتقد النهارده وقفته في الملعب ويعني احنا ما شفناهوش النهارده قاعد طول ال 90 دقيقه بيوجه لعيبه النادي الاهلي النهارده، ودي حاجه يعني من القلائل اللي كنا بنشوفها، واضح انه كان حريص جدا مزبوط. جدا مزبوط. ان هو النهارده يخرج بنتيجه ايجابيه قدام ريال مدريد، العالم كله بيتفرج عليك، العالم كله يعني مبسوط، انا مبسوط من رد فعل الجماهير على فكره، جماهير النادي الاهلي يعني مؤازرتهم للفريق، مش عايزين ناخد الفرقه ونروح بيها لمحطه مختلفه شويه الا وهي محطه ان غلبنا اربعه والدنيا صعبه، لا الدنيا مش صعبه ولا حاجه صحيح. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى المباراه اللي جايه تبقى مباراه تعويضيه بالنسبه للنادي الاهلي، محتاجين فيها قتال، حتى لو لا قدر الله اتغلبت انت برضو محتاجين ان احنا نسقف للناس دي بعد اللعيبه بعد الماتش ونقول اديتوا اللي عليكم، مبروك على الاداء. ايميليو بيتروجينيو يمكن كلنا نعرفه لان احنا يعني سن كبير بالنسبه لنا، ولكن هو ماسك دلوقتي مدير العلاقات المؤسسيه بنادي ريال مدريد، كان ليه حديث كبير قبل المباراه، تعالوا نسمع قال ايه ايميليو بيتروجينيو وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظروا. We'll be right back.
First of all, I'm delighted to be with you. في البداية أنا سعيد لوجودي معكم وأود أن أبارك لكم على وصولكم لقبل نهائي مونديال الأندية بعد التغلب على أوكلاند وسياتل. أعتقد أن هذا إنجازا كبيرا، وها نحن نتقابل مرة ثانية، ستكون مباراة كبيرة، أجواء رائعة في الاستاد. بالطبع ستكون مباراة حماسية وكل التفاصيل ستكون مهمة. ستكون فرصة عظيمة للفريقين لتقوية علاقتنا الجيدة. That's right. I will remember the game. بالطبع أتذكر المباراة الأولى، فالسيد خالد مرتجي والجميع كانوا مستضيفين جيدين وعملونا بشكل عظيم، ومنذ هذا الوقت ونحن نحاول تقوية العلاقات بيننا. وفي الواقع أعتقد أن تجمع الناديين علاقة رائعة بالفعل. أعتقد أن ناديكم ناد عظيم ذو مكانة كبيرة، له تاريخ مميز، لديكم العقلية المناسبة لتحقيق أهدافكم والقيمة التي تظهرونها وكيف تتغلبون على كل الصعوبات. هذا سبب أنكم ناجحون جدا لهذا الوقت الطويل. باختصار، لديكم عقلية فوز غير عادية، هذا سبب فوزكم بألقاب عديدة جدا. أداء الفريق في السنوات الماضية والطريقة التي يدار بها النادي مذهلة. لديكم تاريخ عظيم وهذا سبب أنكم تحاولون الفوز بكل شيء في كل موسم. بالطبع هذا يعكس المسؤولية الكبيرة التي يتحلى بها النادي، وفي نفس الوقت يجب عليكم أن تكونوا فخورين جدا لما يعنيه ناديكم لبلدكم ولكرة القدم بشكل عام. أنتم منافسون بارعون، لديكم هذه العقلية، تعرفون كيف تحققون أحلامكم، وهذا هو الأسلوب الأمثل إذا أردت حصد الألقاب وأردت أن تكون بين الأندية الأفضل في العالم. لدينا مباراة هامة اليوم، يا إلهي ماذا أقول، فهذه مباراة قبل نهائي كأس العالم. في الواقع إنها كالنهائي. أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة، أنتم منافسون جيدون، لذلك يجب أن نلعب جيدا جدا من أول دقيقة لنحظى بالتركيز المناسب وأن نهتم بكل تفصيلة في المباراة، لأن كل تفصيلة ستكون حاسمة. ستكون مباراة صعبة علينا، لكن بالطبع سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لنبلغ النهائي، فهو هدفنا. أعتقد ستكون مباراة رائعة لكلا الجمهورين. نحن سعداء جدا لتعاوننا معكم ولنصنع أجواء أكثر إثارة لجماهيرنا. فالليلة فرصة رائعة أن نستمتع بكرة القدم في أفضل شكل. أعتقد أننا كلنا ننتمي لعائلة كرة القدم ويجب أن نساعد بعضنا البعض، وهذا خير مثال على العلاقة الرائعة بين الناديين على كل المستويات. لذلك نحن سعداء لنكون معكم وأن نلعب ضدكم وأن نحاول أن نستمتع بمباراة لطيفة. نحن سعداء أن نكون مع جماهير كرة القدم في مصر وجماهير نادينا النادي الأهلي، وبالطبع سعداء للتواجد مع تلفزيون النادي الأهلي مع بالغ سروري من الرباط. أتمنى لكم التوفيق وأن تستمتعوا جميعا بالمباراة. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. سمعنا بتروجينيو، بتروجينيو كان من اللعيبه المميزه جدا، ويمكن جيلنا يعرف كويس قوي مين بتروجينيو. كابتن عادل، كابتن اسامه، يمكن كولر بعد المباراه قال اشعر بالاحباط الشديد نتيجه الخساره امام الريال، وان الفريق كان يتطلع لنتيجه افضل خلال المباراه. يتطلع نتيجة أفضل، ده طبيعي. أنت صحيح بتلعب ريال مدريد، ولكن النادي الأهلي كان عنده أمل إن ممكن يعمل المفاجأة. يعني يشعر بخيبة أمل؟ لا، هو ممكن عشان النتيجة أربعة بس، لكن إن الهزيمة من ريال مدريد، خلينا برضو واقعيين ومنطقيين. يعني قبل المباراة، يعني لو سألت أي حد فني بتاع كورة هيبقى الـ 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 الاتجاه الأكبر في الفوز لريال مدريد. بس هو بيتكلم على اساس ان هو كان خلال المباراه
ماشي. قريب جدا من التعادل مع ريال مدريد ماشي. وبعض الفترات تفوق عليه ماشي. وهو ما احنا كلنا معترفين خلاص ان النادي الاهلي عمل مباراه حلوه ومباراه جميله ولاحت له بعض الفرص، ولكن مش لدرجه ان انا احبط عشان اتغلبت من ريال مدريد. ما هو برده في المقابل ريال مدريد برده جاب 4 اهداف واضاع بعض الفرص وضاع ضربه جزاء. فمجمل المباراه انت عملت اللي عليك، وقعت في اخطاء كلفتك النتيجه ان هي تبقى ب4-4. فلا يحبط ولا حاجه، هو عمل ماتش كويس والفرقه عملت ماتش كويس، ويعني مش عايز اقول يعني موضوع عادي او طبيعي في كره القدم في العالم كله كده. ريال مدريد لما يلعب مع برشلونه نفسه ساعات بيكسب 4 او برشلونه يكسبوا 4 او 5، فده موجود في كره القدم. هو بنقول له الفرقه عملت ماتش كويس وهارد لك، والاخطاء اللي احنا وقعنا فيها النهارده ان شاء الله نحاول نتداركها، والايجابيات نبني عليها، وان شاء الله نحقق الميداليه البرونزيه في ماتش فلامينجو يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، برضو من كلام مستر كولر بعد المباراه ان الفريق بدا بشكل جيد لكنه لما استغل بعض الفرص اللي لاحت له، وقال كلمه او جمله ان هو تحلى بالشجاعه بعد استقبال مرماه بالهدف الاول ودخلنا في اجواء المباراه، ولكن هو زي ما انتوا قلتوا توقيت الاهداف هي اكتر حاجه ممكن تعمل احباط تشويش، او مش احباط تشويش او لخبطه في فكر المدير الفني. توقيت الهدف نفسه يعني توقيت الهدف هو اكيد لخبطه، هو كان هو راسم سيناريو خالص في نهايه الشوط الاول عشان يدخل بيه الشوط الثاني، اذا كان تغييرات او هيبدا يعمل يغير طريقه لعبه في الملعب نفسها، اذا كان هيضغط اذا كان يعني كذا سيناريو. استقباله الهدف بيخليه يغير حتى طريقه كلامه للعيبه. في مدير فني يعني بغض النظر عن مباراه النهارده، مدير فني بيتكلم مع لعيبته ان 1-0 مش مشكله، ممكن اعوض 1-0 ممكن ارجع، لكن ما افتحش الملعب واسيب مساحات يبقى 2-0 الرجوع بقى صعب جدا. بغض النظر يا ايمن انا بتكلم اللي هو الكلام العام بتاع مدير الفنيين، بغض النظر انت بتلعب ريال مدريد او بتلعب اي حد. فهي دي ده الكلام اللي دايما بيقوله المدير الفني. والمدير الفني المحظوظ اللي يخش اللي هي بين الشوطين بيبقى النتيجه اما في صالحه او فريقه عامل اداء مقنع، او هو ما كان قال حاجاته اتعملت، والنتيجه حتى لو 0-0 مقنعه. لو 0-0 وانا الاداء بتاع فرقتي زي ما انا عايز او اقرب، انا بخش جوه في غرف الملابس بتكلم ان هو بقى نزود، ممكن نزود حاجه انا هطلبها اكتر، لان يا فريق اصل انت بتبني حاجه على حاجه. مزبوط. طول ما انت الاساس صح تمام، لكن حصل لخبطه ما اقدرش اطلب حاجه وانا اصلا عندي مشاكل تانية. يعني انا ما اقدرش اطلب مثلا لازم نهاجم وانا مثلا خسران 2. طب انت بتتكلم في ايه؟ طبعا هتغير فكره صعبه. واحد غير 2 غير 3 غير 4، يعني هو ده التفكير. فهي حته انا بتفق معاها، حته توقيت الاهداف بالنسبه لكولر النهارده كان قاتل، انا بمجد قاتل بجد، لانك انت الشوط الاول 1-0، لكن دخولك الشوط الثاني انا عجبني خلاص. انت تقريبا بص يا ايمن تحررت شويه من ضغط انك بتلعب ريال مدريد، الضغط بتاع ريال مدريد وهو هيكسبك وكده، ده ريال مدريد لما جاب فيك جول انت تحررت اللي هو طب انا هلعب لعب العادي ما عنديش مشكله، عشان كده انت بتلعب ومكمل وهاجمت والامور بقت احسن بالنسبه لك، وفرص ضاعت منك يمكن اللعيبه لو شافتها تستغرب انا ازاي ضاعت مني دي، خاصه كره محمد مجدي. كره محمد مجدي كان بلاقي بيتكلم عليها دلوقتي، دي برضو من الحاجات اللي بتقلب لك موازين المباراه، بتتقلب تماما انت عادل بالظبط، يروح بقى الضغط لانشيلوتي غير كولر، لان انشيلوتي هو المطالب انه يكسب لان هو مزبوط. ريال مدريد مزبوط. كولر لو كان كوره محمد مجدي احرزها المباراه كانت راحت حته ثانيه خالص، لعيبه النادي الاهلي كانت هتبقى في السماء، كنت اضرب كل لعيب كده 10 في السماء، روحهم معنوياتها هتزيد، وهو لا ايه ده انا اتعادلت ده ممكن اكسب. هنا تفكير في المكسب كان هيبقى ايجابي. ايوه على الجانب الاخر هتلاقي لعيبه ريال مدريد، ما هو برضه ريال مدريد والكيان واللعيبه ايه ده انا متعادل فانا لا هو ممكن يوصل، هو التوتر ممكن يقلق، هو ممكن يخسر. فهي كلها خصوصا هو جاي خسران من في الدوري وبعد عن برشلونه 8 نقاط، فهو كان هو خد بالك انشيلوتي
اللي بيشوف انشيلوتي كتير قوي في الدوري الاسباني لو شكله النهارده هو مضغوط جامد طبعا، خصوصا طبعاً. ان هو لا هو برضه في فترات تفاجئ ان بمستوى النادي الاهلي انا ممكن اسمع حاجه واتفرج على مباريات، لكن اما ما تلعبني وتبقى ند ليا كده وبتهددني وبتضيع فرص لا انا ممكن يبقى في شويه قلق، لكن هي خبرات لعيبه خبرات مدير فني، وهو النتيجه ممكن مضايقه كولر على فكره طبعا. جدا كمان طبعا. لان النتيجه ما تديكش الاحساس ان اصل لو مفيش حد اتفرج على المباراه لما سر المباراه ابدا، لو عادل مثلا ما اتفرجش على المباراه بقول له عمل فبقول له الاهلي خسر 4-1 عادل هيحط سيناريو الاهلي قدم مباراه مش مفروض سيناريو غير خالص النهارده صح. فهي دي هي دي اللي بتضايق المدير الفني ايمن، المدير الفني تفكيره او احساسه غير مثلا المشجع غير اللاعب نفسه، هو برضه عنده حسابات ثانيه خالص، يعني انا 4 النهارده ما استحقش، عشان كده تصريحات كولر تحس ان فيها ايه؟ محبط شويه، محبط شويه محبط وفيها سنه ضيقه متضايق ان هو صح. النتيجه عمرها ما تديك مؤشر ده الاداء اللي كان في الملعب مزبوط. خالص مزبوط. عشان كده هي حاجه على فكره هي حاجه ايجابيه كويس جميل قوي انك انت هتبقى طبعا شايف في يعني لاعب ريال مدريد اه بالظبط، لكن زعلان زعلان لان كان في اداء صح. انا بحب المدرب دايما او المدير الفني اللي بيخلي بيطور اداء فرقته، طول ما انت بتطور اداء فرقتك هتوصل النتيجه اللي انت عايزها. كتير قوي احنا بنكسب مباريات بنقول احنا حتى هنا دايما بنتكلم ايه مبروك المكسب لكن ونروح ساكتين شويه ونبدا نتكلم كان في كذا كذا، لكن في الاخر انت بتحاسبني على مكسب. هو النهارده حاسس ان عامل خطوه كويسه، هو حاسس ان انا وصلت مع لعيبه النادي الاهلي لمرحله مقنعه انا مقتنع بيها، وقال كده بعد كده على فكره ما سمعتوش انا ما كنتش معاه في المغرب لكن هو ممكن يكون مبسوط من جواه انا وصلت مرحله مقنعه بالنسبه لي انا مع لعيبه النادي الاهلي، خصوصا بتلعب منافس مش طبيعي طبعا. انت مش بتلعب مثلا تاني الدوري ولا مثلا بتلعب في بطوله افريقيا، لا انت بتلعب ريال مدريد منافس على راس الكره العالميه، فلما بتبقى توصل لفترات كبيره قوي تبقى ند ليه وانت كمدير فني خارج ان انت مبسوط من اداء لعيبتك، على فكره ده انجاز لي هو هايل، والكلام ده لو قاله لعيبته انا بتمنى يقول الكلام ده للعيبته. مظبوط. ليه؟ لان هو اولا هيدي ثقه لعيبته كويسه جدا صح. وهيضمن ان شاء الله ان مباراه فلامينجو الموضوع مختلف تماما. بمناسبه بقى مباراه فلامينجو اتفضل الكباتن اتكلموا ان الفكر لازم يتغير فكر المدير الفني، لان المباراه انت بتلعب على المركز الثالث والرابع، يعني انت عايز تلعب على الميداليه البرونزيه بالزبط. انت عايز تكسب الميداليه البرونزيه بالظبط ان شاء الله. كابتن عادل والكابتن بلال قال لازم يكون في تحفظ بعض الشيء في البدايه على الاقل. هي مش كلمه تحفظ قوي اكتر من هي توازن، توازن ما بين الدفاع والهجوم بالظبط، لازم لعبك متوازن. امتى ممكن اغالي شويه في الهجوم؟ بس الخصم مش سهل. ما انا بقول لك توازن توازن، ولا تبقى مهاجم كتير قوي وتسيب مساحات، ولا تبقى انكماش قوي وتدي فرصه للمنافس ان هو يهاجمك ويبقى هو الاحسن. لازم تبقى متزن جدا في طريقه لعبك، لازم يبقى حريص قوي على كل كوره في رجلك. النهارده اخطر هجمات ريال مدريد جت منين يا ايمن؟ اخطاء منين؟ بس صحيح. انا واتكلمنا في انا بالظبط كده اتكلمنا، وكنت بتكلم معاك في بدايه الاستوديو خالص بقول لك الخطوره انك تغلط في التلت الاخير. مظبوط. هي دي المشكله، عشان كده المباراه القادمه هتلاقي فيه حاجه غير ريال مدريد، في شراسه دفاعيه مش طبيعيه. ريال مدريد ما عندوش شراسه خالص النهارده. اطلاقا بيلعب باطمئنان غريب جدا النهارده، اطمئنان او قله ثقه او تعب، لكن هو مش في احسن حالاته. هم اللعيبه حاسه بكده كمان يا ايمن، وانشيلوتي حاسس بكده، لكن الشراسه بقى اتفرج عليها مع فلامينجو. الاول سببين، طبيعه اللعيب الجنوب افريقي جنوب امريكا اللاتينية. هي دي أي. كل فرق امريكا اللاتينيه من اعلى فرق الفرق القليله نمره واحد في شراسه مش طبيعيه. لو اتفرجت على الدوري هناك في خناقات هيقابلهم مفهوم مختلف تماما تماما تماما، والتغيير ممكن يكون في اللعيبه كمان، وممكن تغيير في نص الملعب كمان، في نص الملعب ممكن ان هو هيدور طريقه ولا لعيبه لا في اللعيبه نفسها، يعني في اللعيبه والشكل الشكل نص الملعب ممكن يبقى بثلاثه، هو هيدور على توازن استحواذ وابدا العب، لان هي اصلا مباراه البطوله دي او على ميداليه بطوله ايوه صحيح. مباراه الميداليه دي محتاجه مش محتاجه تهور خالص، محتاج حاجه مهمه جدا، ازاي تدي تحس لعيب ان هو عنده ثقه في الملعب، ازاي طول ما الكره في رجلك انت الاحسن، انت المستحوذ، انت اللي عندك ثقه اللي انت بتهدد المنافس، لكن بلاش اخطاء كتير، ما تديش مساحات للعيبه
فلامينجو اللي هم صراع وعندهم مهاره كويسه، لازم تقابل الشراسه بشراسه جامده من غير خشونه طبعا، لكن شراسه، وازاي يقفل كويس قوي، ازاي يقفل المساحات كويس قوي، هو ده الصح. طريقه كلام كولر في المؤتمر انا عجباني، لو وصلت للعيبه ان شاء الله يوم السبت هتلاقي شكل لعيب مختلف تماما. لعيب الكره ايمن بكلمه ممكن تطلعه السما، وبكلمه ممكن تنزله الارض، بس لازم يخرجه من حته النتيجه بتاعت ماتش النهارده. خرج، لازم يخرج النهارده، الموضوع انتهى تماما خلاص. الموضوع مش، بص، مش محبط لدرجه ان انت زهقان، لا، ما هو انت ريال مدريد برضو. النتيجه عاليه محبطه، بس هو النتيجه محبطه علشان الاداء. النتيجه محبطه، بس على الجانب الاخر الاداء كان كويس، في حاجه يعني بتواسيك ان انت اداء كان كويس. يعني واحد زي محمد هاني النهارده متضايق من النتيجه. طب حسين الشحات نفس الكلام، بس اكيد لما بيسمع اراء الناس بيشوف وبيحس نفسه في الملعب، مع لعيب الكوره بيحس نفسه في الملعب، انا كويس ولا وحش، بيقول يعني الحمد لله. في ايجابيات زي ما في سلبيات، في ايجابيات. عشان كده بقول لك ان شاء الله يوصل الفكر ده ان شاء الله اللعيبه، ان لا، لو المدير الفني قال لهم بكره ان شاء الله كده في اجتماع، انا مبسوط من حته التطور اللي انا وصلت البيم ليك معاكم، الموضوع مختلف تماما. لعيب الكوره يعني بالكلام كده ممكن تكسبه. في مدربين من كتر ما كنا بنحبهم كنت ممكن تموت نفسك عشان انت بتحب المدرب ده، صحيح، وعندك ثقه فيه، لان هو حاسس ان هو مدرب كويس دايما بيديك ثقه في نفسك. عشان كده حته الثقه دي مهمه جدا، كلام محترم جدا وكلام مقنع جدا، وحتى لو متضايق او عنده احباط، هي الاحباط بس الاسم اربعه، لكن الاداء لا، الاداء مقنع جدا. صحيح. كابتن عادل، مستر كولر قال انه شاهد مباراه الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي، ويعلم ان الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزه للغايه، وان المباراه مش سهله، وان النادي الاهلي ان شاء الله سوف يلعب بشكل جيد في مباراه تحديد المركز الثالث، ولكن برضو حته التوقيت او فرق التوقيت ما بين المباراه بتاعت النهارده لمباراه يوم السبت توقيت ضيق جدا. طبعا الوقت قليل، وبعدين كان بيلعب الريال فرقه قويه بتجريك اكتر. يعني النهارده لعيبه الاهلي لو بتلعب مباراه عاديه كمان كم الجري هيبقى اقل، لكن انت لما تلعب فرقه زي الريال وتجريها هتجري اكتر، فاجهاد كبير قوي. وعندك سفر كمان، انت هتسافر طنجه كمان، وبعدين رايح طنجه تاني، هتلعب في يومين. هي المشكله في ايه بقى؟ انه لازم يعمل تغييرات كتيره في الفرقه. ما هو حاجه، من الحاجتين هتعمل ايه؟ على الاقل، ثلاث تغييرات يسندوا الفرقه. ما هو انت اوصل للاجهاد ليكون لعيب مجهد قوي، ولا العب لعيب مش يعني ما خدش كتير. هو بيغير ثلاث تغييرات على طول في المركز الامامي او في خط الامامي. يعني لا، يعني انا بمعنى ايه، مثلا في اماكن مش تقدر تغير فيها، علي معلول، محمد هاني، ايوه، لكن ممكن منع الا لو حد ممكن تغير، ممكن تغير بتلعب بثلاثه مثلا، او تلعب بخالد عبد الفتاح جنب منع مثلا، وتريح واحد زي متولي بعدين في وسط الملعب. انت ما بداتش بحمدي فتحي، تبدا بحمدي فتحي، وديانج عنده قوه تحمل كويسه، ممكن تبدا ب مثلا يعني ايهما، ممكن تعمل حسين الشحات مثلا طرف يمين تاني يلعب تاني، لكن التالت بقى عشان انت هتلعب 4-3-3 لازم ترجع لحمدي وديانج والسوليه. رغم ان انا اشك ان السوليه ممكن يكون خرج، يعني عنده حاجه، واضح عنده حاجه، يا رب تكون سليم، بدل مجهود كبير جدا. لو السوليه سليم يبقى الثلاثه يلعبوا في وسط الملعب، لانك هتلعب فرقه شرسه قويه، غالبا بيرسي تاو عادي، وبيرسي تاو كمان يلعب علشان يبدا، علشان ما بداش المباراه. كهربا لا، لسه شويه كهربا يبقى بديل، علشان حته القوه والسرعه لسه ما جهزش 100% يعني. لكن محمد شريف برضو طلع عنده 20 دقيقه، يعني يوزنها كده يعني. التغيير انت مهم جدا بالنسبه لك في بعض المباريات، تتكلم عن التوقيتات. طبعا، وعن مجهود كل لعيب طبعا، خصوصا لما تكون المباريات متقاربه، لا لازم تتحسب بشكل معين. كابتن دي ليها علم. يعني بيعمل ايه الراجل مخطط الاحمال؟ احيانا يقول لك اللعيب بتاعك ده، اولا على القوه الجسمانيه بتاعتك، ممكن يقول لك علشان يرتاح انت ممكن تاخد لك 32 ساعه وترجع استشفى 100%، وانا خد لي مثلا
48 ساعه يعني. أيوة. في واحد أيوة بتختلف على الشخص على السن مزبوط. على الجسم على المجهود اللي اتعمل وعلى كمان تحملك انت. في واحد انسان بيبقى عنده تحمل اعلى من القوه وفي واحد بيبقى عنده القوه اعلى من التحمل. ده اللي بيعرفها كلها القياسات اللي بيعملها مدرب الاحمال ومخطط الاحمال طول السنه وبدايه السنه. فانت عارف كل لعيب عندك. وبعدين انت بتتكلم على الدقايق اللي مين اللي بيضبط الدقايق دي؟ الراجل اللي قاعد بره اللي هو بتاع مدرب الاحمال او مخطط الاحمال. فيجي يقول لك ايه مثلا بلال خد له مثلا 180 دقيقه الاسبوعين دول. انا عايز ادي لبلال علشان بلال هيقدر يديني المباراه دي يعني 90%. لكن في لعيب تاني يقول له لا ده خد 220 دقيقه مثلا الاسبوعين دول وهيديني قد ايه؟ ممكن يديني 60 دقيقه ممكن ما يدينيش. انت فاهم؟ فبتيجي دي الناس اللي هم بتوع الاحمال ومخططين الاحمال مع المدير الفني بيقدروا يتكلموا. فاكيد هو هيتكلم على المستشفى هيبدا يعملها من النهارده هيشوف هيوصل فيها لايه. لانه المستشفى في الوقت ده غير الراحات. الوقت ده ما تنفعش تدي راحات جامده لانه يومين انت بتعمل عكس. انت عارف تعمل ايه؟ انك انت بتخليه يفضل يعني يعني ما تنزلوش لتحت خالص. لانه لو نزل يعني هو مش هيلحق اصلا. لا مش فاهمني يا كابتن. في اوقات لا في اوقات اعمل ايه؟ ان انا اريحه. لا ما ينفعش يريح. هو بكره لازم هيبقى عنده تمرين خفيف ولازم ما هو لا خفيف بقى بشكل معين يوصله ان هو عكس الدوره الدمويه حاجات في علم اللي هو ال علم التدريب وكمان الاستشفاء فهيوصل بيه. لكن لو ادى راحه خالص ها العضله عقبال ما الحاجات اللي عليها اللاكتيك اسيد والحاجات اللي هي عليها دي تتشال بتقعد مده طويله. فما ينفعش. انت لازم تساعدها عشان تجري. فلازم تتمرن وتجري وتعمل وتشوف هتعمل ايه. وعندك بكره سفر كمان. يعني شغلانه كبيره. المفترض انه اهم نقطه لكولر يلعب بيها باللعيبه الاجهز بدنيا مش الفنيا. يعني بمعنى ايه؟ لانه اللي هيبقى فنيا جاهز يعني طاهر النهارده ممكن يبدا. أيوة. طاهر برده ما خدش مده طويله ما خدش المباريتين اللي فاتوا كلهم برس. يعني لكن في لعيبه خدت الثلاث مباريات ورا بعض في وقت قليل ودي صعبه جدا. صحيح. ومنهم مباريتين سياتل جري تخبيط والنهارده جري وتخبيط. منهم الثلاثه دول يعني الثلاثه المهمين مع الشناوي. بس قول الشناوي حارس مرمى لكن الثلاثة المهمين اللي عندك اللي انت لا تقدر تستغنى عنهم. وانا بقول كمان الاثنين اللي في القلب ديانج وحمدي فتحي والسولية ادي دول ما تقدرش تستغنى عنهم. تلعب حواليهم بقى. تلعب حواليهم بالاجهز والاقوى واللي في الوقت ده مرتاح. الاجهز بدنيا. الاجهز بدنيا. فهي الحتة دي اللي هيشتغل عليها المدير الفني الفترة. طيب كابتن بلال يمكن في بعض الاحيان لما بيكون يعني بنشوف مثلا لا قدر الله ودي بتحصل قليل جدا يعني تعادل او خساره للنادي الاهلي ما بحبش دايما ان انا اتكلم عن رجل المباراه. ولكن النهارده في لعيب يعني ادى اداء جيد جدا. في اكتر من لعيب ادى اداء جيد وعايز اقول لك من وجهه نظرك رجل مباراه اليوم من النادي الاهلي. انا في لعيب في دماغي يعني شايف ان هو ادى اداء جيد جدا من نجوم مباراه اليوم. بص مما لا شك فيه باين في دماغك باين في دماغك 14 مش كده يعني حسين الشحات يعني النهارده مباراه من افضل مبارياته الحقيقه. حسين ادى اداء رائع جدا اداء راقي جدا تسبب في ركله الجزاء يعني حاول محاولات كتيره جدا على الجول. كان عنده باصات مؤثره بشكل كبير جدا النهارده. المراوغات بتاعته وتهديده للمرمى ريال مدريد كان جيد جدا. معاه كمان مع الفكره محمد هاني كان من اللعيبه برده جنب اليمين الحقيقه النهارده كان رائع جدا. عبد المنعم النهارده كان برده اداؤه كان جيد النهارده. الشناوي اداؤه كان جيد النهارده. يعني في لعيبه كتيره كان اداها يعني فوق المتوقع الحقيقه. يعني فوق المتوقع عشان انت بتلعب ريال مدريد مش عشان انت بتلعب مباراه عاديه. فاهم قصدي؟ احنا بنتكلم على منافس كبير جدا جدا جدا. منافس انت يعني
يعني من الـ من يعني النوادر انك تقابله بشكل رسمي، يعني زي ما اتفقنا كده تقريبا انت فين وفين اما تلعب ريال وفين تروح كاس العالم وهو ياخد بطوله اوروبا وتاخد بطوله افريقيا والقرعه توقعك وتوقعك معاه يعني الموضوع صعب جدا جدا. ولكن النهارده الحقيقه يعني تحيه طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي وتحيه خاصه لحسين الشحات النهارده على ادائه الجيد النهارده. كابتن علاء، لا انا كلامي مش هيختلف كتير عن بلال، اه الاستوديو كله يعني انا عاجبني الجنب اليمين النهارده، اه ممكن يكون في شويه تعب لهاني لما مجهود بذل مجهود جامد جدا، لكن انا عاجبني الجنب اليمين النهارده. ولو بصيت في مباراه ايمن النهارده الجنب اليمين بتاعك هو اللي عامله كل الشغل الهجومي مظبوط، فالنهارده لا يعني الناس كلها حاولت تادي، لكن النهارده الجنب اليمين هاني حسين الشحات لا كانوا كويسين فعلا. كابتن سامه، مش هختلف كتير برضو، الناس كلها ادت وحاولت، وحتى بقول لك اللي فنيا ما كانش حلو حاول، بدنيا بيحاول بيادوا، لكن في اربعه اللي بلال قال عليهم اللي هم الشناوي هاني الشحات محمد عبد المنعم. بس انا من وجهه نظري رجل المباراه بلال حلله بصوره كبيره في كل اللي قاله، سواء تهديف سواء صناعه لعب سواء جري سواء فتح جبهه سواء يعني هو حسين الشحات. كابتن عادل، انا عندي منعم وحسين، اختار واحد يعني حسين. حسين الشحات، اذا حسين الشحات من وجهه نظرنا كلنا هو افضل لاعب في مباراه اليوم من النادي الاهلي. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل بعد الفاصل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي النجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي برحمان، وكابتن بلال. اهلا كابتن. اهلا كابتن. بيك كابتن. هارد لك النادي الاهلي النهارده كابتن، مبروك للريال. من وجهه نظري انا يعني خليني اقول وجهه نظري في المباراه، اقول ان النادي الاهلي النهارده لعب افضل مباراه في الثلاث مباريات يا كابتن علاء. خلي بالك لما بتلعب ثلاث مباريات في توقيت فتره قليله ده برضك بيعمل حمل كابتن اسامه على الفريق، ولكن النهارده انا شايف ان النهارده ان نتيجه المباراه لا تدل ابدا يا كابتن ايمن على احداث وسير المباراه. صحيح. بامانه. صحيح. بتلعب فريق كبير جدا، النهارده انت كنت بتهاجمه في التلت، الدفاع عنده بتبقى عنده موجود ضاغط، بتقدم مباراه انا شايف من وجهه نظري افضل مباراه لعبها النهارده، ادوها اداء مشرف جدا جدا، ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه للمباراه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله باذن الله، ويفوزوا ويعني على الاقل ناخد الميداليه البرونزيه، اداء مشرف ما حدش يزعل. ولكن انت بتلعب فريق كبير يا كابتن علاء، خلي بالك فريق كبير جدا جدا النهارده، النادي الاهلي اثبت النهارده ان لعيبته مفيش خوف، في جرأه، راحوا وضيعوا اكتر من فرصه، بامانه كان اداء جميل جدا جدا للاعيبه من الاهلي. الحكم النهارده الاندريس اللي هو من اورجواي كابتن علاء، خلي بالك عمل حاجتين جمال جدا جدا، ودي دايما احنا بنستفيد من الحكام مش بس في احتساب المخالفات، ولكن لما نيجي النهارده كابتن اسامه نشوف تحركات الحكم كابتن علاء بسيطه جدا، صح، عنده قراءه جيده قوي 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 لطرق واساليب لعب الفريقين، ودي خلي بالك مش كل حكم بيعرفها، ازاي بتواجد داخل الحدث في كل مره داخل مناطق الجزاء هنا وهنا هتلاقيه موجود يا كابتن، صح، سهل جدا، بسط الامور، مش متعصب، هادي، خد كل القرارات الصحيحه، يمكن حتى القرار الوحيد اللي عدى منه هو ركله جزاء الفار استدعاه ورجع وحاسب. الميزه كمان كابتن ايمن ان كمان حته اداريه بنقولها للحكام، لما حصل هو بيعمل رايح للفار كابتن عادل كان هناك في تشابك ما بين اللاعبين، صح، راح راجع تاني وفك التشابك وبعدين راح، كان ممكن حكم تاني يسيب الدنيا كده لا، دي حاجه كمان دروس مستفاده، انت رايح للفار، الفار مش اهم من ان اللعيبه تتشابك مع بعض ويحصل فيه مشكله، رجع تاني وفضل الشباك وبعدين راح للفار. اخر حاجه عملها وده اللي احنا بنقوله، الاتحاد الدولي النهارده عمل تجربه ان الحكم يبقى فيه الجمهور يعرف ايه اللي حصل يا كابتن علاء في الفار. لو هنشوف كده واللقطه معانا بعد ما راح الفار تاكد تماما بنت. اقتنع، رجع قال ايه؟ بنت. ديسيجن مظبوط، بنالتي، قرار ركله جزاء، وقال على مين بقى؟ على رقم 17، صح، اللي هو كان عمرو السولية، ده جديد. وهنا بنقول دايما الاتحاد الدولي بيسعى للشفافيه والوضوح يا كابتن، كمان عاوز يدي الجمهور ثقافه تحكيميه
عشان الناس تبقى حتى كمان بتتفرج وعارف. هنروح للحالات وهنشوف ان هو اتخذ اكتر من قرار ايجابي في هذه المباراه. نشوف هنا الحاله الاولى، وهنا الحاله دي هو كان قريب جدا ما حسبش كابتن علاء، حاله ما حسبش. هنا بنقول حاجه اسمها سلايد كونتاكت، يعني ايه؟ تلامس بسيط مش هو ده اللي يخلي اللاعب يسقط، لابد ان يكون في فعلا حدث خلى اللاعب سقط يا كابتن علاء. وهنا هو امر باستمرار اللعب والفار اكد على القرار، هنا لا توجد مخالفه، رجل على الارض والتلامس البسيط دوت مش هو اللي اسقط اللاعب. القرار هنا في هذه الحاله قرار صحيح وما فيش هنا مخالفه ركله جزاء. الحاله بعد كده، وهنا شحات ذكي جدا جدا جدا، وخلي بالك من احلى الالعاب للمهاجم ان هو ايه، يروح لامم كده، ما فيش اي حاجه يعملها مدافع غير ان هو ياخد رجليه يعرف. ركله جزاء حتى لو جبنا الحكم هتلاقيه واقف بالظبط على منطقه او خط ال 18. ركله جزاء هنا العرقله واضحه جدا جدا وسهله، خدها بذكاء. شحات النهارده كان بصراحه متميز جدا جدا جدا، عمل كل حاجه النهارده كابتن بلال في المباراه، منها ركله جزاء صحيحه لم يتردد الحكم في احتسابها، وهنا الفار اكد على صحه القرار. نروح للحاله اللي بعد كده، نشوف هنا الحاله كابتن. هنا طبعا يعني اي لاعب مهاجم بياخد الكره على بره وبتحط رجلك انت، اي هنا تلامس، هنا بنشوف هنا العرقله هنا كابتن من عمرو، يعني عمرو هنا لو ما حطش رجليه ما كانش هيبقى فيه مخالفه ابدا، ولكن هنا الرجل هنا شبه اللي فاتت بالظبط، على الجنب دي يعني بالظبط. وهنا في تعليقه كده المكان بس، يعني تعليقه هو نفس الخطا على فكره. نعم نفس الخطا او شبه الخطا، التعليقه يعني نفسها بالظبط، شحات زي هنا بالظبط. بس بتاع شحات كانت يعني ايه جايه من سرعه ومن حركه، انا معايا يمكن دي يعني صحيح. كانت لسه اللاعب بيقف وكده، فهنا بنقول هنا في المخالفه واضحه طبعا، هو مش عارفش تفاصيلها. وهنا على طول الفار استدعى كابتن ايمن، لما راح للفار طبعا اقتنع، وهنا راح للفار حسب ركله الجزاء. ده بقى هنا بعد ما شاف الفار كابتن، ده اللي احنا بنقول عليه الاتحاد الدولي عمل تجربه لمده سنه، ان ما يحدث ما بين الفار وحكم المباراه الحكم هنا كمان الجمهور يعرفه والمشاهدين كمان يعرفوا ايه القرار اللي اتاخد. زي ما قلت الهدف من كده ايه؟ انك انت هنا في شفافيه وفي عداله، وده هو دوت هدف الاتحاد الدولي في كل مبارياته كابتن ايمن، ان هو يبقى عنده شفافيه وعداله ونزاهه. ده الهدف وفلسفه الاتحاد الدولي او فلسفه القانون يعني. هنا بيقول القرار ديسيجن بنالتي على رقم 17، وده كان الناحيه اللي احنا بنقولها دايما، اللي احنا نفسنا النهارده في الدوري المصري نشوف التجربه يا كابتن عادل، نشوف الكلام ده احنا بنطبقه بره. الثمان دقايق النهارده اضافهم النهارده محمد فاروق تقريبا في اجتماع مع الحكام المحليين، قال لهم طالما الاتحاد الدولي بيحسب الوقت بدل الضايع 8 و9 و10، ادي الوقت الضايع اللي فعلا بيروح من الحكام. الخلاصه كابتن ايمن النهارده هو حكم بشكل عام قدم مباراه كابتن بلال، مباراه جيده جدا جدا، سهل على نفسه، وزي ما قلت اللاعبين كمان روحهم في الملعب ساعدوا الحكم في المباراه. اخيرا بنقول النادي الاهلي تاني بنقول قدم مباراه من افضل المباريات الثلاثه اللي اتلعبوا كابتن بلال، ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه ليه يوم السبت ان شاء الله يفوز ويحصل على البرونزيه باذن الله، ويفرح كمان الجماهير وجماهير مصر كلها ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن. شكرا يا كابتن ناصر، شرفتنا. الله يخليك. شكرا يا كابتن. بننتقل فقرة التحكيمية اعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي وريال مدريد الاسباني في بطولة كأس العالم للاندية دور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1 وتأهله للمباراة النهائية، وملاقاة النادي الاهلي على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع فلامينجو البرازيل. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله للحفاظ على المركز الثالث الذي حققه دورتين متتاليتين اخر موسمين، ان شاء الله نادي الاهلي يحافظ على الميداليه البرونزيه. قبل ما اختم مع نجومنا الكبار، يمكن جات لي رسائل كتير بتشيد من جماهير نادي الاهلي، بتشيد باداء النادي الاهلي النهارده، ونيابه عن جمهور النادي الاهلي وباسم جمهور النادي الاهلي رغم الهزيمه فخورين بنادينا ولاعيبتنا والمنظومه كلها، وبنقول لهم شرفتونا النهارده.
بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء ميهوب، شكرا يا كابتن. شكرا لك يا ايمن، وان شاء الله يوم السبت نهني بعض بالمركز الثالث ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد بلال، شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله يوم السبت باذن الله يا رب. ان شاء الله كابتن اسامة عرابي، شرفتنا يا كابتن. شكرا ايمن وهارد لك. انت المباراه كتبت في التاريخ انك انت لعبت ريال مدريد ماتش رسمي، اتفرج عليك ملايين من محبين النادي الاهلي ومن محبين ريال مدريد في العالم، فده برضو شرف انك تلعب احسن بطل احسن نادي في العالم في ارض لك. وان شاء الله نكسب فلامينجو الماتش الجاي وناخد البرونزيه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عبد الرحمن، شكرا كابتن. شكرا لنا كابتن، ان شاء الله المركز الثالث يبقى من نصيبنا وناخد الميداليه للمره الثالثه على التوالي، نعمل رقم كبير يعني باذن الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وورقه حياتي.